أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الوسط. حلقة جديدة أكيد وتغطية خاصة اليوم، مش في التسعين بل قبل الموعد، قبل الموعد الإفريقي والمشاركة المنتظرة لأنديتنا الأربعة الممثلين لليبيا في بطولات الكاف، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. طبعا اليوم في قبل الموعد معنا ضيوف على غير العادة، معنا أسامة الفزاني. بداية أهلا ومرحبا بك أسامة. أمسية طيبة لك مراد، وأمسية طيبة لكل السادة المشاهدين على قناة الدبليو تي. أيضا لاعب محبوب الجماهير، الجماهير النصروية على وجه الخصوص، وهو المهدي بن ضيف الله، اللاعب التونسي بكل تأكيد، واللي لقبوه النصر بالسفاح. أكيد أهلا وسهلا بك مهدي، أنسنا وإطلالة مميزة اليوم لقبل الموعد. شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة مراد، مرحبا بكل الضيوف اللي معنا في الاستوديو، مرحبا زيد بكل المشاهدين. نبدأ برياض جمعة، كابتن رياض اللاعب الدولي السابق، أكيد لاعب الاتحاد والمحلل الفني، أنسنا ومنورنا اليوم وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا بك مراد، وأهلا بكل ضيوفك الكرام، ونفس الشيء نمسوا على مشاهدين قناة دبليو تي في. أهلا بكم عادل الخمسي. اهلا بك مراد، نحييك ونحيي جميع الاخوه المشاهدين على قناه دبليو تي في، ونحيي جميع الاخوه الضيوف اللي معنا الليله. اكيد اليوم ان شاء الله حنقدموا وجبه رياضيه دسمه اكيد، وحلقه خاصه عن ممثلينا قبل الموعد، قبل الموعد اللي حينطلق بكل تاكيد يوم الغد بمباراتين هامتين، اللي هو فريق الاتحاد اللي يلاقي فريق هورسيد الصومالي في كاس الكونفدراليه، المباراه اللي حتلعب في القاهره، بالاضافه للاهلي بنغازي مع فريق ميكيل الإثيوبي، واللي هي الأخرى هتلعب في القاهرة يوم الأحد إن شاء الله، هيكون فريق النصر ممثل ليبيا في دوري الأبطال في موعد مع شباب بالوزداد الجزائري في الجزائر، بينما يؤجل المنافسة وتؤجل المنافسة بالنسبة للأهلي طرابلس إلى الدور القادم بعد أن أعفى الكاف الأهلي طرابلس من الخوض غمار الدور التمهيدي. طبعا اليوم حنتكلموا على حظوظ الأندية الليبية، وأيضا نتكلموا على أمنياتها وطموحاتها، وكذلك العراقيل اللي تواجهها في هذه المشاركة. قبل ما نبدو الحديث كباتن اليوم، طبعا وقبل ساعات قليلة انتهى ربما الدوري أبطال إفريقيا والعرس الإفريقي اللي كان ربما هو الأغلى، خصوصا وأنه جمع فريقين من دولة واحدة وهو الأهلي والزمالك المصريين، واللي توج أكيد بلقب دوري أبطال إفريقيا فريق الأهلي المصري بعد سنوات طويلة من الغياب. خلينا نبدأ بعادل، الأهلي المصري والزمالك، ختام موسم ربما على غير العادة مع إدارة فنية جديدة للأهلي المصري بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني، وهي فارقة ربما في هذه السنة. صحيح مراد، شفنا هذه البطولة مميزة غير كل البطولات، لأن أول مرة نشاهد أن فريقين من نفس الدولة ومن نفس البلد يصلوا نهائي أبطال أفريقيا، وهما الأهلي المصري والزمالك. زيد على هذا المفارقات مراد، كلا الفريقين غير قام باستبدال المدرب في الأمتار الأخيرة، باتشيكو موسيماني، باتشيكو بدل كالديرون، وموسيماني بدل المدرب السويسري اللي غادر فايلر. مراد المباراة هذه بالذات نتكلم لك، الحظ ما كانش إلى جانب الزمالك، ليس في مباراة اليوم، جائحة كورونا كانت ضد الزمالك كذلك، لأن الزمالك شفناه لما تفوق في النصف نهائي أزاح الترجي وتحصل كذلك على الكأس السوبر الأفريقية، وكذلك تحصل على كأس السوبر المصرية من أمام الأهلي المصري. جائحة الكورونا هي اللي أخرت المباراة وأجدت الحسم في هذه البطولة، هذا ما جعل فريق الزمالك يصاب بعض اللاعبين، ستة لاعبين، ثلاثة ثلاثة من الفريق، نتكلم حتى على مستوى الإصابات بغض النظر عن جائحة كورونا، لما نتكلموا على الونشا ونتكلموا على عبد الله جمعه الظهير الايسر المتميز، محمد عبد الشافي كذلك اصيب كظهير ايسر، فصار صارت مشاكل لفريق الزمالك عكس الاهلي المصري، اللي ممكن اليو ديانج لاعب الوسط المالي هو ممكن يفتقد الاهلي المصري، اما الاهلي المصري بكامل نجومه على العموم في الست سنوات الاخيره الاهلي المصري وصل اكثر من مره للنهائي، ما استطاع عشان يتحصل على اللقب، الزمالك تغيب على اللقب 19 سنه وممكن يتغيب للموسم القادم يعني. طيب نمشي للكابتن رياض، كيف شفت المباراه اليوم وختام هذا العرس؟ اكيد نتكلم باختصار شويه لان الناس تستنى في الفرق الليبيه وشن حنقول على الاهلي. بالتاكيد يعني خبره الاهلي المصري كانت يعني واضحه اليوم، خاصه على مستوى الشامبيونز ليج الافريقي، دائما فريق الاهلي المصري عودنا على خوض يعني خوض المباراه الكبرى، يعرف يتعامل في جزئيات المباراه خاصه من خلال
إدارة المباراة. بنفس الشيء يعني الغيابات هي جزء من المنافسة دائما، لكن البديل دائما لازم يكون يعني البديل يعني يكون في ظروف كويسة، ويكون يعني تحس أن الأهلي المصري اليوم حتى اللاعبين اللي يعني ما تحسش أن في غيابات كبيرة للفريق، واضح أن عنده الهدف بتاع التارجت كان هو تشامبيونز ليج وحقه بكل امتياز يعني. طيب أسامة، باش نقعد المهدي الأخير، لأني عندي معك قصة المهدي مع الأهلي اليوم والزمالك وعلي معلول. طبعا الأهلي المصري عودنا دائما أنه يكون في الموت في البطولات الإفريقية الكبيرة، والأهلي المصري يعني حتى الغيابات ما ترتش فيه، يعني ما نكذبش عليك كنت متأكد أن الأهلي المصري حياخذ البطولة، لكن الزمالك اليوم كان له كلمة كبيرة بالذات على الاستحواذ والشوط، كان أكثر من فريق الأهلي المصري، وكان يعني يهاجم فيه وكان أجريسف أكثر على المرمى، لكن الأهلي المصري نادي بطولات ما تأثرش بالغيابات. هذه أهلاوي أنت أسامة؟ والله يا أهلاوي طبعاً. وهذه هي طبعاً صفات الفرق الكبيرة، يعني الأهلي المصري يعرف من وين تأكل الكتف، ويعرف البطولات الإفريقية جيداً، وأدرى بيتغال إفريقيا، لكن موسيماني كان له الحظ الأوفر في بطولة إفريقيا. علي معلول عريس هذه القمة الإفريقية، وربما ديربي مصري بيحسمها يعني لاعب تونسي هو علي معلول اليوم مهدي. صحيح، هذول علي معلول تقريبا من أبرز لاعبين في إفريقيا في الوقت الحاضر، زيد مع ذلك فما الفرجاني سيسي زاد عنصر كبير في المنتخب الوطني التونسي، يحبوه برشا يعني في نادي الزمالك وحتى في مصر الكل. الحقيقة اليوم شفنا مباراة كبيرة بين زوز فريقين من أعرق النوادي الإفريقية، شفنا برشا اندفاع بدني، شفنا لاعبين يعني حاضرين بدنيا، حاضرين تكتيكيا، كيف يظل. شفنا تقريبا الأهلي المصري ما حبش يخرج برشا يعني من المناطق نتاعو، كان ممكن مش أكثر من الزمالك المصري اللي شفناه فنيا أحسن، عنده لاعبين أحسن تقريبا فنيا. الزمالك المصري تقريبا في أول المباراة جاته فرص ما استغلهاش، الأهلي المصري عرف يعني وقتش يسجل، سجل في وقت قاتل، وبهذا يعني فريق الأهلي المصري عنده الخبرة الكافية باش يفوز بالبطولات هذه. طيب، ربما كرة القدم المصرية مقبلة على جيل جديد أكيد، والمنتخب المصري بعد ما شفنا هذه المستويات وتطور الكرة المصرية في الآونة الأخيرة. عموما ألف مبروك للأهلاوية، وحظ أوفر للزملكاوية واللي من بينهم عادل اليوم أكيد. خلينا نتكلم على فرقنا الليبية، وزي ما أشرت وتذكرت بأن أنديتنا مقبلة على مشاركة هامة في بطولتي كأس الكونفدرالية ودوري الأبطال. نسمع بعض الآراء من بعض المختصين والفنيين والصحفيين حول المشاركة الليبية في هذه النسخة تحديدا وفي هذه الظروف كيف يراها، ونكمل أكيد مع ضيوفنا اليوم في هذه التغطية. شيء بالنسبة للأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، أعتقد أن فرصتها أكثر على اعتبار أن ممكن تتجاوز الدور التمهيدي ومن ثم تتحول إلى كأس الاتحاد الأفريقي، فهي حاجة شبيهة بما حدث مع نادي النصر في الموسم الماضي. الصعوبة الكبيرة اللي حتواجه الأندية اللي تلعب في الكونفدرالية تحديدا، علاش؟ لأن ما فيش مكان تاني أو مسار تاني تتوجه لهذه الأندية بعد مغادرتها الكونفدرالية. بداية نتمنى التأهل لجميع الفرق الليبية في البطولات القادمة، والأهم طبعا الأهم ما نبوش إحنا يصير لهم زي ما صار للمنتخب. طبعا الاستعدادات متأخرة شوية، طبعا ظروف البلاد، الوضع اللي في البلاد، الكرة اللي في البلاد، طبعا هذه كلها نديروا لها 60 اعتبار طبعا، لكن ما هذا لازم يكونوا طبعا في يكونوا يشرفونا طبعا ويشرفوا الكرة الليبية. الأندية طبعا أنا نعول كل التعويل على الجانب النفسي، إن هم يجهزوهم نفسيا اللاعبين، ويجهزوهم طبعا المعد البدني اللي دور كبير في الكلام هذا، والطاقم الطبي اللي هو الاستشفاء له دور كبير. الإدارة قد يكون قدمت كل ما هي بوسعها لإنجاح الفريق ووصول الفريق، ممكن أنه سواء النصر وفريق الاتحاد أنهم يوصلوا ويفوزوا على البلوزداد ويفوزوا على الفريق الصومالي. طبعا المشاركات الإفريقية للأندية الليبية يعني أنا أعتبرها يعني صعبة شوية، لأن الفرق ما زال يعني فيش دوري، ما فيش يعني رتم معين، اللعيب يعني كان في فترة يعني ركود خرابة العام ونص أو أكثر، وصراحة
نشوفها امور صعبه، لكن مع هذا ان شاء الله يعني نشوفوا النصر ونشوفوا الاهلي بنغازي والاتحاد ان شاء الله مع يحققون نتائج طيبه، ومع هذا حتى لو قد الله يعني النتائج كانت عكسيه ما في حد بيلوم الثاني، لان هذا ظرفنا وهذه ظروفنا الغالب يعني ما وقعنا هيك الصراحه، حرب بعدين كورونا على العالم كله. تفاوتت الآراء بكل تأكيد وتباينت في هذه المرحلة. كرة القدم الليبية لا تنشط محليا، والأنديتنا مقبلة على خوض غمار إفريقية أو منافسات إفريقية بدون أي منافسة المحلية. طبعا ربما دخلنا في ساعات قليلة، دخلنا في اليوم الجديد، والاتحاد اليوم هو أول الفرق اللي حتفتتح المشاركة الإفريقية. نبدأ مع الكابتن رياض. الاتحاد فريق متجدد، وجوه شابة، وطموحات ربما متفاوتة بين الإعلان عن شكل جديد وربما بين ذهاب بعيدا في كأس الكونفدرالية. شوف مراد، يعني طبعا احنا للأسف يعني في الكرة الليبية دائما يعني الطموحات دائما يعني تتجاوز الإمكانيات متاعنا. إمكانياتنا احنا خلينا نكون واقعيين، يعني ما هيش إمكانيات هي تأهل الأندية الليبية الآن إن هي توصل لمرحلة بعيدة جدا، هذا متفقين فيه. نظرا لجائحة كورونا، نظرا للظروف اللي تمر بها والمخاطر العالية اللي في ليبيا، هذه يعني ظروف صعبة جدا إنك أنت يعني ربما إنك أنت تمشي بعيد في البطولة الأفريقية. لكن إحنا دائما نعول على الناحية الذهنية اللاعبين، خاصة فريق الاتحاد يعني يضم فريق شاب طموح، وهذه يعني إثبات الذات، هذه قيمة كبيرة للاعبين حتى من الناحية الذهنية. المدرب مش حاجة صعوبات، إنما رغم أن اللاعبين يفقدوا الخبرة، ولكن يعني من ناحية ذهنية يبوا يثبتوا نفسهم، جعانين كورة احنا باللغة العامة. فلهذا هذه العامل يعني مهم جدا، وممكن أنه هو يعني أقل تقدير في الدور هذا يكون الفريق حاضر حتى من ناحية ذهنية. طيب، واحدة من النقاط العامة أكيد للفرق الليبية اللي حتشارك اليوم طبعا اللي هو اللعب خارج الديار. نبدأ بوسام. لعب خارج الديار هي نقطة مفصلية ربما في كل المنافسات. اليوم أنديتنا ربما لسنوات طوال تشارك وتلعب في مبارتين خارج ملعبها بالإضافة للمنتخب الوطني، لكن اليوم نتكلم على أنديتنا اللي في السنوات الأخيرة تلعب في تونس. اليوم غيرت الوجهة، أربع فرق حتلعب في خارج الديار وفي مصر تحديدا. شوف مراد، يعني هو مش اليوم ولا أمس، يعني هذه الفترة وهذا الظرف اللي تمر به ليه بيخليك أنك أنت تتعود صح، واللعب خارج أرضك ومن غير جمهورك ويعني بلادك، ممكن يكون جمهورك رقم 12 معاك، ولما تكون في بلادك تلعب بريحية أكثر. لكن هذا الظرف اللي جانا، يعني احنا المفروض اليوم هذا كله ما نركزوش فيه، نركزوا في المباريات. معروف ان احنا بنلعبوا دائما خارج ارضنا، نفسيا وذهنيا الرياضي والمدرب ضروري يكونوا جاهزين ان هم يلعبوا خارج ارضهم ذهابا ويابا، يعني ما تكون السبله احنا نقولوا. فلهذا انت ضروري تربح، ضروري تفوز، عندك جمهور يستنى فيك، يعني عندهم شغف بعالم كره القدم. جمهور رياضي متعطش، شاف حروب، شاف كذا، الناس تبي تشوف الرياضه. انا يعني دائما وابدا نقول لك ان الرياضه هي دبلوماسيه الشعوب الحديثه، يعني ضروري احنا نواكب العالم، نتحملوا الظرف، معاش نعلقوا مثلا كل شيء على سماعه الظروف، نلعبوا خارج ارضنا. لكن هذا اللي عندنا الان، ضروري احنا نتاقلموا مع اللي احنا موجود، نتاقلموا مع اللعب خارج ارضنا، ونتاقلموا ان احنا مثلا ذهاب واياب تعتبر المباراه كانها في ارضنا. يعني زي ما يجيك الوقت احنا نقولوا تعال، لا ضروري اللاعبين ضروري يكونوا بعاد على التفكير هذا، يركزوا اكثر في الكوره. الخصم طبعا تحترم المنافس، تحترم كره القدم، ما تخليش شيء للمفاجاه. طيب، لان لما تفكر هلبه وتلعب خارج ارضي ذهاب واياب وانا عندي حرب ومفروض نلعب داخل ارضي، يريح عليك التركيز مرات، مراد تفقد حتى نتيجه المباراه. لكن الان هذا ظرفنا وتعودنا خلاص، نتمنى الفرق الليبيه الاتحاد النصر الاهلي بنغازي انهم يوفقوا في هذه المسيره الافريقيه. طيب مهدي، اللعب خارج الديار، ربما النصر في السنه الماضيه لعب خارج الديار، لعب من غير دوري، لعب يعني في ظروف صعبه واستثنائيه، لكن استطاع انه يتجاوز هذه المحنه. هل تتوقع ان مع مرور الوقت يتم فيه زي ما نقولوا عامل انك تاخذ على الوضعيه وتاخذ على الظروف، والا مجرد حظ؟ يعني دائما كره القدم تحتاج لعوامل وتوابل ثابته. يعني صحيح الموسم اللي فات شفنا النصر يعني قدم
بطولة تقريبا ممتازة، وصل ربع النهائي يعني يتسمى يعني حاجة باهية في تاريخ النادي. صحيح النصر وصل للدور هذا، لكن شفنا المجموعة المتكاملة في الفريق النصر اللي عندها مدة قاعدة تلعب مع بعضها، كيف كيف زاد الإطار الفني، شفنا استقرار في الإطار الفني للنادي، كيف كيف زاد فما إدارة قاعدة يعني تتبع في الفريق عندها مدة. المعسكر اللي قام به النصر كان المدة طويلة في مصر، هذوم الحاجات نتصور اللي خلاه النصر يوصل للدرجة هذه يعني وللدور ربع النهائي. طيب عادل، تكلموا على عوامل مختلفة على وضعيات عامة، لكن اليوم احنا امام امر واقع، وانديتنا ربما الان شنو المطلوب منها وشنو من المفترض ان يدير في هذه المرحلة تحديدا؟ شوف مراد، احنا ديما نتكلموا على اعذار ونتكلموا على الحروب ونتكلموا على الكورونا ونتكلموا اللعب خارج ديار، قلناها ألف مره هذه مراد. خلاص طالما الانديه الليبيه قدمت موافقتها على المشاركه الان مراد، المفروض هنا جميع الاعذار ترفع. الان عليك انك انت الا الملعب وانك انت تقدم ما هو مطلوب منك داخل ارضيه الملعب وانك ترضي جماهيرك. نتكلم مثلا على فريق الاتحاد، لانه غدوة اول مباراه حتكون مشاركه افريقيه لفريق الاتحاد. الاتحاد شفنا تجديد وتشبيب الفريق ممكن باغلب من 70%، معناها حتى العناصر اللي لديها الخبرة الكافية على المستوى الأفريقي قلت، كذلك أغلب اللاعبين عناصر شابة، في اللي من بعض اللاعبين مراد حتى على المستوى المحلي ما لعبش، معناها في كدوري ليبي لكي هي نفسه للمشاركات الأفريقية ويلعب تحت ضغط جماهير، ونعرف أن أفريقيا بالذات تعتمد على عامل ضغط الجماهير، وكذلك التحكيم في بعض الأحيان كان يكون سلبي التحكيم ضد النادي أو ضد الأندية الليبية. فهذه كلها عوامل تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى كثرة مباريات، إلى كثرة مشاركات. على العموم أنا شفت أن الطريقة الأفضل في هذه الفترة بالذات هي فكرة التشبيب والتجديد. ما تحاولش تلعب أنك تستنوا نتائج ولا ما نستنوش من الممثلين كلهم. مراد احنا نتكلم، أنت اليوم قلت أن طالما أن وافقت على المشاركة معنا ترفع الأعذار، في هذه الحالة معنا الجماهير من حقها أن تطالب، الجماهير من حقها تطالب، ولكن حتى الإدارة من حقها أن هي تبني فريق مراد المرحلة القادمة. أنت تعرف أن بالذات الأندية الآن أنك تدفع أموال طائلة، وأنت عارف الآن مثلا نقول الأهلي بنغازي في حالة انه هو ان شاء الله تجاوز الفريق الاثيوبي حيلاقي الترجي فريق معناها ليه اسمه، احنا ما نستهينوش بقوه وقدره الاهلي بنغازي، ولكن مع هذا انت تعرف ان فريق الترجي جاهز على جميع المستويات. نتكلم مثلا عن فريق الاتحاد في حاله انه هو تجاوز فريق طبعا هورسيد الصومالي، حيقابل فريق بيراميدز المدجج بالنجوم المصريه. كذلك فريق اللي هو فريق النصر في حاله انه هو تجاوز شباب بلزداد، والمباراه الاولى حتكون مباراه صعبه باب شباب بلزداد. الاهلي بطرابلس ممكن افضل نسبيا حيواجه فريق الاتحاد المنستيري في حال تأهل الاتحاد المنستيري، والأهلي قادر على تجاوز فريق الاتحاد المنستيري. طيب. فالعوامل مراد، شوف العوامل متشابكة، ولكن علينا مراد الآن أن نحاول كيف نبنوا فرق ونجددوا للمرحلة القادمة، بحيث أنك أنت تشارك أفريقيا وفي نفس الوقت تكون فكرة، وكذلك اللي هي كيف أنك أنت تبني فريق، وإن شاء الله فرقنا تكون إن شاء الله في الموعد أن هي توفق وأن هي تقدم طيب ما يليق بأنديتها وجماهيرها. يعني. طيب خلينا نشوف الاتحاد قبل الموعد وأبرز النقاط في فيديوغراف خاص بالاتحاد. ربما تساؤل هام كابتن رياض، هل مشاركة الاتحاد لتحقيق إنجاز أم هو الكشف عن جيل جديد والإعلان عن جيل جديد، واليوم أو مباراة اليوم قد تكون فيها وجوه جديدة عدة على مختلف الأصعدة في تشكيل الاتحاد وبشكل جديد بقيادة المدرب البرتغالي دا كوستا؟ بالتأكيد نقطة مهمة جدا مراد. أعتقد الاتحاد يعني السياسة اللي قادمة هي سياسة العبور، سياسة العبور بين الأجيال أو سياسة التشبيب زي ما قال زميلي عادل. يعني أعتقد أن المخاطر العالية الآن اللي في الالتزامات التعاقدية دائما تحسب بعين الاعتبار. لما نتكلم احنا على مثلا مبالغ التزامات تعاقدية بمبالغ عالية، يعني احنا نتكلم على شيء سقف طموح كبير، نتكلم على مثلا مخاطر عالية، وعارف أن في الرياضة الآن هناك مخاطر طبيعية
ومخاطر غير طبيعية. المخاطر الطبيعية في الرياضة يمكن نسيطر عليها، رغم أننا نقوله مخاطر الاندماج، تجيب لاعب من أي مكان ما يندمجش مع الفريق، يمكن نسيطر عليه الكلام هذا. ممكن مخاطر الإصابات، مخاطر كورونا، هذه أشياء ممكن أنك أنت تسيطر عليها، لكن المخاطر الغير طبيعية لا يمكن السيطرة عليها. مثلا الحروب، يعني أنت الآن ضخيت أموال واستثمارات من السوق في ليبيا وجبت لاعبين بأرقام كبيرة، وقفت الرياضة، تلقى روحك أنت في مواضيع كبيرة يعني، والتزامات وديون وإلى آخره. أعتقد أن هذه السياسة الآن هي أفضل سياسة في الوضع الحالي اللي نتكلم عليه، باش أن احنا نتكلم على العوائد الناتجة على الاستثمارات. هي لازم تكون عوائد كبيرة، يعني أنا لما نجيب مثلا نصرف 7 مليون 8 مليون يجب أن نوصل لدوري المجموعات أقل تقدير، بينما أنا لما ندير العوامل اللي هي خالية من المخاطر، اللي هي عوامل التشبيب اللي قال عليها عادل، هذه خالية من المخاطر، لأن قيم المالية الناتجة عليها قيم بسيطة، معنيتها التقدير مع المشاركة مع الخبرة، يعني أنت تبني فريق للمستقبل وهذا الهدف يعني. أما إحنا طموحاتنا نرفعها عاليا، هذا معنيته أعتقد أنها تسبب لنا أرباك كبيرة على مستوى خاصة حتى التمويل توا حاليا. ولهذا أن فريق الاتحاد أعتقد فريق شاب، فريق ممكن يستفيد من المباريات الأفريقية هذه كخبرة واستعداد للدوري. لكن احنا بأمانة يعني ما نكونوش طموحاتنا عالية كبيرة، يعني المهم جدا أنه هو أنك أنت تبني فريق للمستقبل. طيب ناصر المهدي، المهدي لما تلعب أنت بمجموعة شابة ما فيش خبرة، هل ربما طموح اللاعبين اللي ينشطوا أو يلعبوا لأول مرة في منافسة أفريقية؟ اليوم الاتحاد وممثلي الكرة الليبية في العموم عندهم عناصر تلعب في مباريات أفريقية وحتلعب مباريات أفريقية دون أن تخوض أي مواجهة على الصعيد المحلي أو مشاركة في الدوري الممتاز اللي ما زال متوقف. كيف ممكن هذه المعادلة أنها هي تنتج وتأتي بأكلة بالنسبة للفرق هذه؟ والله يشوف مراد، لازم في الحالة هذه نكون واقعيين، كيف كيف زاد حتى الجمهور لازم يكون واقعي مع الجمهور مع الإدارة متاعه مع النادي متاعه، يعني هي حلقة واحدة. نعرفوا اللي كما قلنا فما ظروف استثنائية، النادي هل هو يعني يقدر يجيب لاعبين في مستوى كبير يعني ويوقع لهم يعني لمدة شهر ولا شهرين باش يلعبوا بطولة أفريقية بس؟ حتى اللاعبين الأجانب يعني حيجي ليبيا يعني حيقول لك يعني أنا عندي موسم كامل، لازم تعمل له عقد متاع موسم كامل مش متاع شهر ولا شهرين. يعني كيف حتى اللاعبين يعني الصغار هذم لازم تدعمهم، لازم تعطيهم فرصتهم، لازم تكون وراهم إدارة قوية هي اللي تقف معهم. قلت لك حلقة واحدة، لازم يكونوا متفاهمين، ولازم يعني الناس الكل يكونوا ماشيين في ثنية واحدة مراد، لأنه كلها مصلحة النادي ومصلحة ونشوفوا الظروف الاستثنائية هذه الكل يعني في الفترة هذه الوجيزة لازمنا نتخطاوها، وإن شاء الله يعني هذه كله في صالح النوادي مراد، لأنه لو تبني فريق يعني متاع سنة إدارة الأزمة مهمة في مثل هذه الحالات. أكيد صحيح. أكيد لو تعمل فريق متاع سنة سنتين بالأواسط يعني وتزيد دعمهم بعناصر الخبرة متاعك، يعني أكيد حتعمل يعني فريق بعد سنتين ولا ثلاثة تنجم تنافس بها في البطولات الأفريقية. أسامة شو رأيك في كل ما أثير؟ الرياض تكلم على جانب إداري، طموحات فنية وربما مستقبلية، أزمات مالية مع ظروف، شن رأيك فيما قيل؟ طبعا نشاطرها من رأي، يعني لو أنت تبي تبني الأندية أول شيء هو مشروع دولة الأندية والبطولات الأفريقية، بعدين لما تبي تبني فريق مراد ضروري تصبر دير خطة خماسية أو خطة عشرية، يعني 5 سنين يا 10 سنين. وإحنا الآن يعني توقف الدوري وما عندناش دوري وحروب وظرف وتشبيب الفريق، خصوصا نادي الاتحاد ونادي النصر ونادي الأهلي والأهلي بنغازي، يعني تشبيب الفريق مهم جدا، بالإضافة إلى تلقى بعض عناصر الخبرة
تقدر توقف الفريق على رجليه، لكن لو تبي تشبب الفريق أول شيء ما رفعوش سقف الطموحات، ما خلوش الناس يعني تطمع بعدين صدمه بالواقع، أخسرنا بكري طلعنا بكري. لا أنا من توه يعني كرئيس نادي رأو طموحي إني تشبيب فريق، عندي 4-5 سنين عن المشاركة لغرض المشاركة، لكن أنا خمسة سنين طيب. ممكن ننافس، ممكن ننافس على بطولة أفريقيا، ممكن ننافس على رباعي أفريقي، نبني فريق جديد جيل جديد للفرق هذه كلها يعني باش ما تصطدمش وتخلي الجمهور يعني الجمهور الآن مش راح يرحمك لو شاركت أنت، الجمهور نعرفه وتعرف التعامل مع جميع طبقات المجتمع اللي متعلم الرياضي الدكتور اللي قصدي عدة طوائف تتعامل معاه، يعني مش نفس التفكير الناس كلجان فنية أو رؤساء نادي طيب. أو ناس تخدم في كرة القدم، يعني يكون فكرة دائما عكس الناس اللي تمارس في الرياضة والناس اللي في الإدارة أو رئاسة النادي. عاد الاتحاد اليوم قدام خصم مجهول اللي هو هورسيد الصومالي بطل الكاس في الصومال اللي ربما حالهم زي حالنا، لكن اليوم لما تتعاقد مع مدرب أجنبي، لما تضع سياسة في إدارة الفريق ربما على مستوى رئاسة النادي سيد جمال جعفري بتشبيب الفريق بدرجة كبيرة مع الإبقاء على عناصر الخبرة، نتكلموا على زعبية، نتكلموا على مثلا ناجي دران، نتكلموا على بريش والفرجاني وغيرها من هذه الأسماء اللي لها فترة في الاتحاد، وصهيب بن سلمان كذلك، طلال وغيرها، في عناصر اليوم وشاهدناها ربما في ودية أو اثنين قدمت مستوى كبير، هل معنى أن جمهور الاتحاد اليوم يستنى الإعلان على شكل جديد للفريق وزي ما تكلم رياض وطالب، أم أن طموحات صعبة في هذه المرحلة؟ شوف مراد، زي ما كبر اللاعب الكبير اللاعب الصغير حيكبر غضوة مراد، لأن ما فيش واحد جاء وولد نجم مراد، معنا نصبر على الصغار ونصبر على الشباب، وهذه المفروض تكون وراها إدارة قوية مراد هي اللي تحمي اللاعبين، معنا أنك أنت كرئيس نادي وكإدارة مجلس إدارة أنك أنت اتخذت قرار وتعاقدت مع مدرب أجنبي أن هو جبته للفريق وعطيته سلمته المسؤولية الفريق الأول وسلمت كذلك فريق الأواصل لأغلب اللاعبين طلعهم للفريق الأول، فمن هنا المفروض أن الإدارة تحمي الفريق وتحمي فكرة المدرب لأن هي اللي غرست الفكرة هذه في رأس المدرب هي فكرة التشبيب، وزي ما نعرف مراد لأن الكرة الليبية بالذات نهاية جيل معنا في 4-5 سنوات ما لعبش كرة، جيلين هم ربما انتهوا في الكرة بالتأكيد، فأنا في رأيي أنا مراد المتواضع أن ممكن أحسن فكرة هو اللي خدم به فريق النصر على مو فريق الاتحاد انهم بنوا اللي بيحاولوا يبنوا جيل في الفتره لنعتبرها فتره فراغ احنا الان لا في دوري ممكن لا في مش امر ما همش مخيرين ممكن يكونوا مجبرين، لا يا مراد شوف حتى لو يستطيع ان هو يتعاقد مع 4-5 لاعبين وحتى لاعبين يصرحهم فريق الاتحاد او فريق النصر قادر انه ممكن يجدد معهم، ولكن هو حط في راسه فكره التشبيب وفكره التجديد، فيقول لك انا نضرب عصفورين بحجر. رضا الخمسي واحد المدربين في فئات السنيه في الاتحاد، والكابتن رياض كان مسؤول حتى في القطاع ومدارس عده شوف وهذا منتوج الفئات السنيه مراد الان، وانت شفت فريق الاتحاد ممكن 8 أو 9 لاعبين دفعه واحده للفريق الاول أي. انا دائما نتكلم نقول البراعه مدى شباب الواس مش مهمتهم يجيب لي بطوله، لا ندخل فيه ثقافه الفوز ثقافه البطوله ثقافه كذا، لكن مع هذا شو المنتوج انا كرئيس نادي لما نجي نحاسبك في الفئات السنيه تدرب ممكن 5 أو 6 سنوات ونجي المنتوج نلقى صفر، اذا الفئات السنيه شو ندير بها مراد طيب. فبعجاله مراد أي. مشاركة فريق الاتحاد هذه الأفريقية اللي هي مباراة غضوة أمام هورسيد مفروض الجماهير الاتحادية وننضم صوتي لصوت زملائي طبعا أي. منجوش إن إحنا نحمل الفريق أكثر من طاقته، بالعكس يوقفوا وخلف فريقهم وخلف مدربهم على الأقل الرياضيين هذول لمدة عام عامين حتى يستطيعوا إنهم يثبتوا أقدامهم في الملعب ويحققوا نتائج والنتائج تأتي تباعا. قبل ما نمشي للفاصل سامحوني رياض، من الأسماء اللي تقول لجماهير الاتحاد انتظروها؟ عمر الخوجة، السند، مارسيلو، معاد، اعطيني ابرز الاسماء اللي ممكن تقول للجمهور انتظرها يعني الحقيقه قادم. مستوياتهم متقاربه جدا اللاعبين الوسط يعني رينا خامات ثاني انا تفاجات للامانه تفاجات بمستوى اللاعبين سند الكوري ظهير ليمن ظهير هجومي ما شاء الله يعني لاعب واعد صاعد عمر الخوجة لاعب وسط في علي سلامه لاعب وسط في في لاعب مادي علي مادي علي مادي ايه بالاضافه الى عمران لو يحط عقله في راسه يعني عمران سالم يعني طيب. ايه ما يفكر في الكوره يعني عندهم مجموعه صغيره وعندهم مستقبل كبير يعني للامانه سعد عيسى سعد عيسى فعلا ان شاء الله. خلينا نمشي لفاصل كباتن اكيد ونرجع ونكملوا باقي حوارنا في قبل الموعد. جاء
رجعنا بعد الفاصل ونكملوا أكيد ونواصل ما قبل الموعد. نكملوا مع رياض ونختموا مع ملف الاتحاد. ربما المنافسات الإفريقية دائما المنافس المغمور قد يحدث المفاجأة، قد يضع الفريق في مأزق، وربما شاهدناه في مدار سنوات طوال. شن رأيك في مباراة منطقي اليوم؟ طبعا دائما نؤمن بالأحكام المسبقة في كرة قدم، لا قيمة لها، نعرف 90 دقيقة، لكن لما نتكلموا بمنطق المنطق المغمور حتى فريق الاتحاد الآن رغم الخبرة القوية اللي في إفريقيا عنده وكنادي، لكن كإمكانيات الآن فريق الاتحاد يعتبر مغمور. أيه. مغمور من ناحية التشبيب بالفريق، وفريق بدون خبرة يعني أغلب عناصر حتى، ولهذا قلت لك أنا المدرب حيستغل العامل الذهني متاع إثبات الذهاب للاعبين، يفجر لهم طاقتهم، لاعبين جعانين صغار، ممكن هذا العامل اللي هو ما يخليش الاتحاد انه يستسهل المنافس وانه يشبح المنافس انه هو فريق مغمور. ولكن الحق يعني للامانه حذاري دائما من الفلسفه واداره المباراه اللي هي بقراءات المدربين اللي غير محسوبه. طيب داكوستا ممكن احنا يبان علينا غضوه، ممكن يعرفوه جمهور الاتحاد اكثر، يعرفوا فكره تكتيكه خطط لعبة. حقيقة هو دي كوستا يعني حسب القراءات السابقة البسيطة جدا يعني يدير في أشياء منطقية لما شنو؟ يعني في التوازنات التكتيكية أو في اختيارها للتشكيلات أو في الأشياء اللي هي ممكن اللي مفروض يديرها حقيقة. لكن للأمانة غدا يعني لو إنه هو بيرسم الرسم التكتيكي على حساب التوازنات التكتيكية أو وبيخلق عمق هجومي بدون توازنات تكتيكية وكلامي هذا حط عليها أنا طبعا من الآن ما بانتش عندي تشكيلة، ولكن نتكلم احنا في مجمل إن التوازنات التكتيكية مهمة. الحذر الدفاعي مش يعني إن الاتحاد يدافع، ولكن دائما الحذر من المفاجآت، ودائما في التوازنات العمق الهجومي مفروض يحسب حسابه وقراءة جيدة جدا. طيب عادل داكوستا خاش بحرارة بجرينتا بشكل ربما جمهور الاتحاد رجحها لطريقة التعامل برانكو مع اللاعبين مع الجماهير وتفاعل معهم، هل ممكن أن يحدث الفارق والمفاجأة؟ لا شوف مراد، ما ضروري نتكلموا كل مدرب وفلسفته وكل مدرب وطريقته وكل مدرب وتعامله. برانكو عكس داكوستا للأمانة، الكرة الصربية عكس الكرة البرتغالية، الكرة الصربية تعتمد على العامل البدني على تضييق المساحات على الهجمات العكسية، الكل يدافع الكل يهاجم، هذا الفكر الكرة الصربية عكس الكرة البرتغالية تعتمد على المهارة أكثر. داكوستا شوف برانكو نقولوا احنا أنه هو كان معاه جيل من ذهب على في تلك الفترة، معنا نتكلموا من حارس المرمى لعنده حتى دكة الاحتياط كانوا البدائل نجوم، عكس الاتحاد الان تكلمنا وقلنا ان في الشباب معناها في اول مباراه حتكون اول مره يجلس على دكه الاتحاد، زي ما تكلم رياض معناها صحيح ممكن داكوستا يلعب على العامل النفسي اكثر للاعبين، يحاول يحفزهم، يحاول انه هو ما فيش فوارق بينه وبين الفريق اللي امامنا، نستطيع نفوز ونستطيع نمشي لقدام ونحقق نتائج ايجابيه كل مباراه على حده. والمفروض هنا يكون فكر المدرب انك انت تعيش مع مباراه اليوم، ما تفكرش مباراه الايام، ما تفكرش في الدوري القادم، عيش مباراه اليوم، تفوز اليوم، بعدين مباراة الأياب لها تكتيك. لكن عامل يساعدك أنت لما تبدأ في نواقص عندك تلعب على الجانب النفسي والمعنوي. بالتأكيد مهم. مراد والجانب النفسي مهم جدا أنك أنت كيف تحفز الرياضيين، كيف أنهم تخليهم يدخلوا المباراة وهم في عقلهم أنهم فايزين. مراد في بعض المدربين يكون متخوف، لا نسكر، لا نلعب على العكسي، لا ردبنا نقبل هدف، الأمور هذه تدخل الشك في اللاعبين. فالمدرب لما يكون يتعامل مع الرياضيين بثقافة الفوز وأنهم حاط في ذهنهم داخلين المباراة وأنهم فايزينهم وأفضل من الفريق اللي أمامهم ونستطيع أن احنا نسيطر على الملعب بالطول بالعرض، وكذلك أكيد المدرب داكوستا الآن لعب على بعض نقاط القوة في الفريق الاتحاد ونقاط الضعف في الفريق الصومالي. الفريق الصومالي مجهول بالنسبة للكرة الليبية حتى للكرة الأفريقية، على فريق الاتحاد تجاوز هذا الفريق، ولكن بحذر مراد نعرف أنه قد يقع في أخطاء قد تكلفه كثيرا، ما ننشوش الهجوم على حساب الدفاع. طيب. ما يكونوش الرياضيين بالذات نتكلم على الرياضيين الخبرة هم الآن اللي عليهم العاهل الأكثر بحيث أن هم يساهموا ويأطروا اللاعبين الصغار بحيث يدخلون في المباراة ويعطوا فيهم الثقة بحيث أن هي تكتم المنظومة. طيب. الاتحادية ويحاولوا أن هم يحققوا نتيجة إيجابية. طيب بالتوفيق أكيد في الاتحاد في مواجهة هورسيد، طبعا المبارتين حتقام وحتلعب في القاهرة حسب ما ذكرت إدارة الاتحاد بعد أن تم الاتفاق مع النادي الصومالي بلعب المباراة في القاهرة، يعني ذهاب وإياب الاتحاد حيلعب في القاهرة. نقفلوا ملف الاتحاد ونمشوا نشوفوا نقاط ما قبل مواجهة النصر المنتظر. We'll be right back.
النصر ومواجهة شباب بالوزداد الجزائري، بطل الجزائر وبطل كأس السوبر قبل أيام في مواجهة النصر اللي اليوم ربما محتاج أن يعيد الأفراح للبركة ولمحبي وعشاق النصر. مهدي، مواجهة بالوزداد ربما هي أقوى مواجهة لممثلي ليبيا في هذه المرحلة، النصر مع شباب بالوزداد، الكرة الجزائرية، ديربي ربما شمال إفريقي وقمة منتظرة بكل تأكيد. صحيح، يظل فريق النصر جاته القرعة مع فريق قوي في الجزائر، فريق بطل الموسم الفارط تقريبا محقق 3 بطولات في موسمين، فريق يعني عنده لاعبين ممتازين، قاعد تقريبا موسمين ولا 3 قاعد عنده الاستمرارية في أوج العطاء نتاعو. كيف فريق النصر كما نعرفه من تقريبا من شهر 3 موقف على البطولات، قاعد عنده فترة ماهوش قاعد يلعب في المباريات، تقريبا عنده المدرب عنده شهر أكثر حاجة مع الفريق. نتصور اللي في الفترة هذه ما هوش باش يلقى كل شيء موجود، كل شيء متوفر اللي هو يعني باش يحط كل شيء، يحط العامل البدني، يحط العامل النفساني، يحط التكتيك نتاعو كما يلزم. لكن فريق النصر نعرفه عنده لاعبين خبرة ممتازين، نتصور الإدارة عطت فيهم الثقة نتاعهم باش يكملوا معاهم في الفترة هذه. كيف زاد فما لاعبين ممتازين زاد خرجوا في الفترة الأخيرة، لكن كما قلنا يعني تمشي الإدارة تمشي الفريق ككل هو في التشبيب. إن شاء الله يعني الفريق في الفترة هذه يكون حضر روحه كما يلزم بدنيا فنيا تكتيكيا. مباراة ما هيش باش تكون سهلة باش تكون صعيبة، إن شاء الله يكون الفريق حاضر وجاهز كما يلزم. الحقيقة كل الأجواء مواتية، إن شاء الله نشوفوه غدوة يعني بعد غدوة حاضر. هو غدوة خلاص خشينا في يوم إن شاء الله نشوفوه 100% وإن شاء الله يقدم مباراة ممتازة ويحقق إن شاء الله في الفترة الثانية الترشح نتاعو إن شاء الله. أكيد أسامة، ظروف ومشاكل، عراقيل، تغيير في الإدارات، خروج نجوم للفريق بالنسبة للنصر، نتكلم على عناصر هامة ومؤثرة وكانت مميزة في النسخة الماضية، معتز المهدي، خالد مجدي وغيرهم من هؤلاء اللاعبين، بلعم. لكن اليوم النصر يعول على الشباب واللي تكلمنا عليهم وتكلموا عليهم الكباتن ككل. مدرسة النصر دائما ما تزخر بالمواهب وبالنجوم ودائما ما تخرج اللاعبين. شوف مراد، يعني احنا تعودنا على النصر، النصر احنا نقول الأنيق، النصر الجميل دائما معودنا بالكرات القصيرة، النصر جيل ورجيل، يعني النصر عودنا دائما انه يخرج اجيال لاعبين ممتازين، يعني مثل خالد حسين، مرعي الرملي، احمد سعد، يعني عده لاعبين لعبوا لفريق النصر، بالاضافه الى اخر جيل لعب في البطوله الافريقيه في ربع افريقيا، معتز المهدي، بلعم، كذلك خالد مجدي. يعني النصر مر بظروف صعبه جدا اداريا وخروج بعض اللاعبين وعانى يعني بعض المشاكل الاداريه، لكن فريق النصر بجمهوره يقدر يتغلب على هذه الظروف. بصراحه هو حيواجه بطل الجزائر في اخر نسخه، شباب الوزداد فريق كويس، فريق يعني ممتاز جدا في البطوله الجزائريه، قدم مستوى طيب، لكن حتى فريق النصر قادر انه يكون ند. يعني احنا معلش اللي بين نقولها بالعاميه، عندنا العناد مرات لما تبدا مع فريق يعني قوي، صح مرحله التشبيب، ونقول لجمهور النصر انه ما يستعجلش على فريق النصر وعلى الشباب الان او الرياضيين اللي موجودين الان، لكن نتمنى ان فريق النصر الان يقوم بمباراه كويسه، يضربها بوجه لائق، يقدر يستطيع انه يخنى بالمباراه، احنا نقولوا يخنى بالمباراه تكتيكيا، اهم شيء 90 دقيقه فعلا انضباط تكتيكي، تلعب خارج ارضك، تلعب مثلا بامكانياتك، ما تغامرش هلبه، ما تحاولش انك انت لو في تكتيك مثلا مدرب يقدر يلعب التكتيك بنخلوا للاستوديوهات التحليليه ان شاء الله، لكن يحاول اهم شيء الانضباط التكتيكي، ما يتسرعش، يلعب خارج ارضه، كل ما يعطل الجول مراد، كل ما تكون هذه نقطه ايجابيه لفريق النصر. تخنب المباراه في جزئيات، ولما تلعب المباراه الاولى خارج الارض دائما في اريحيه وربما تمثل لك في مباراه العوده اللي حتكون في القاهره، الاهم انك انت ما تقبلش اهداف، ولو قبلت اهداف ما يكونوش بعدد كبير.
شوف مراد، قبل كل شيء حقيقة النصر تغيير جذري، معنى تغيير في الإدارة، تغيير في الطاقم الفني، تغيير في اللاعبين. لما فريق بقيمة النصر زي ما تكلمنا على الاتحاد يغادر 10 لاعبين أو 11 لاعب ومن نجوم الكرة الليبية، معناها ماهوش بالشيء سهل مراد. لما كنت تستغنى على معتز المهدي، على خالد مجدي، على مفتاح طقطق، على سالم المسلاتي، هذا الرباعي القوة الضاربة كان عماد الفريق. بنتكلموا حتى على قلب الدفاع، معناها حامد التلبة، معناها كان هو صمام أمان الفريق. تكلم على مهند بوعجالة اللي غادر، ربيع اللافي اللي غادر، معناها أغلب اللاعبين غادروا فريق النصر وكانوا هم عناصر أساسية. زيد على هذا تغيير الطاقم الفني، نتكلم على محمد عودة مدرب مصري، ثقافة أخرى، تعامل آخر، عكس لما كان فوز العيساوي، محمد الككلي وعلى نجم، كانوا معناها نقولوا إحنا عارفين ظروف اللاعبين والمدربين الليبيين وأبناء النصر ومن المنطقة، فيعرفوا كيف يتعاملوا مع اللاعب، لأننا نعرف سلوكيات اللاعب الليبي وثقافته، معناها تبي نقولوا إحنا له معاملة خاصة. لكن مراد هذا ما يمنعش أن فريق النصر يستطيع أن هو يقدم مستوى يرضي الجماهير النصروية. نعرف أنه هو حتى في الـ 84 قدم مستوى الأربع مع فوز العيساوي، علي رمضان، تحب النصر أنت والبن ضيف الله في العام اللي فات بعد البطولة داروا لكم دعوة خاصة ومشيت وحضرت. لا والله شوف، أنا أقول لك النصر لأنها كرة جميلة زي النصر كان وكان لوحده، وسام راهو تمنى العبرة ديما يغازل فيهم النصر الجميل، النصر الأنيق، النصر 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 قبل حتى في قلت في 84 أيام علي رمضان وأيام البقرماوي وأيام فوز العيساوي وعمر الجزيري وفرج المرحوم فرج البرعسي والحارس رحمة الله عليه، ناصر المقصبي ومنعم العيساوي والدراجي، معناها كانت كوكبة من نجوم أبناء النصر مراد، وصلوا للدور الربع نهائي. الآن نتكلم الآن فريق النصر بناء فريق، زي ما تكلمنا على الاتحاد على جماهير النصروية أنها تصبر وأن هي تساند فريقها وأن هي تقف خلف الإدارة ونعرف الآن النصر اليوم وإنها. اليوم نتكلموا بوضعية الفريق اليوم، في عناصر موجودة ركائز، لما نتكلموا على فتحي الطلحي، نتكلموا على أحمد الهرام، أحمد الكوري، نتكلموا على صدام الورفلي، نتكلموا على البودي عبد الله الشريف الضرات، بالاضافه الان تعاقدوا مع محمود والو اللي هو ليه خبره ولعب في الافريقيه مع مراد، لكن انت ايوب حمدي حتى هو مراد لما الاسماء يعني. لما يغادروا منك مراد راهو نجوم الفريق، راهو انك انت قوه ضاربه في الهجوم. لما تتكلم مثلا عن سالم المسلاتي كان هداف فريق النصر مفتاح طقطق، معناها لاعب معناها مفيد لفريق النصر على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي. نتكلم على معتز المهدي هداف افريقيا بالنسبه لفريق النصر، كذلك خالد مجدي معناها عند زوز لاعبين دوليين، خلينا سامحني عادل، زوز دوليين لاعبي المنتخب الموريتاني اللي هو موسى سامبو ودلاي دلاهي، يعني لاعبي منتخب الموريتاني لاعب وسط ومهاجم. الانسجام اللي تكلم عليه عادل لما تغير بشكل كبير، بالتأكيد الاندماج، خلينا نقول لك الاندماج يعني كمصطلح اندماج اللاعب راهو من يعني مش سهل، خاصة اللاعب المحترف. ما بيش نقول اللاعبين المحليين ربما يندمجوا بنفس المجموعة، لكن اللاعب المحترف لما أنت يندمج مع فريق وخاصة المباراة يعني موعدها قريب، البطولة موعدها قريب، والفريق ما حصلش مباراة ثلاثة ودية تقريبا، لعبوا ثلاثة مباريات ودية وأمام منافس قوي جدا الأسبوع الماضي، يعني نعرف أن بلزداد قام السوبر الجزائري قبل أيام بأسبوع تقريبا أمام اتحاد العاصمة، أمام اتحاد العاصمة، يعني هذه كل المعطيات يعني أكيد يعني حتأثر من ناحية بدنية ومن ناحية اندماج اللاعب المحترف مع المجموعة. ولكن دائما يعني فريق شاب النصر دائما منجم من مناجم الكرة الليبية، ودائما عنده يعني لاعبين، دائما يخرج في لاعبين، وأعتقد أنه هو أحسن سياسة وفلسفة أنه يصنع فريق للمستقبل. هذا المهم أن يحصلوا مباراة يعني أمام فريق منافس، ودائما المفاجآت تصير في عادل يقول الحديد بالحديد يفلج، إيه ربما نحصلوا منهم ثلاثة نقاط تحفز الرياضيين وتخليهم منهم يواجهوا الواقع. زي ما قلنا بنينا نجوم، كانوا نجوم، الآن ضروري تبني نجوم الثقافة مراد. وأنا أقول لك مراد على فكرة شباب بلزداد لو البطولة أخذها أنه هو توقف بجائحة كورونا، الدوري ما كملش الظروف النهائية، لما تصدر الدوري الجزائري ما كملش، قد يكون يرى بعض الأندية أن هي دارت مشاكل على مستوى جامعة كرة القدم الجزائرية وقالت احنا نبوا الدوري يكمل به حتى احنا عندنا أمل في البطولة، ولكن الاتحاد الكرة الجزائرية وزارة الشباب والرياضة الجزائرية هو اليوم ظروف ربما صعبة شوية، حتى النصر يعني وصل يعني للجزائر بصعوبة بالغة بعد ما أمنت إدارة النادي طائرة خاصة تنقل الفريق من بنغازي إلى الجزائر. فريق كان في معسكر في مصر، كان من المفترض أنه يتحول من مصر مباشرة، لكن ما حصلوش إذن الطيران، رجعوا لبنغازي، أجروا زوز تدريبات، الأول بقيادة العيساوي والثاني بقيادة محمد عودة اللي هو كان اليوم
قبل التحول للجزائر والصعوبه ربما بالغه في الوصول للجزائر، لان المشكله الجزائر مباركه ان شاء الله تكون في نتيجه ايجابيه. كذلك مراد ما تنساش ان تاخير الفريق في الاستعدادات، استعدادات مبكره، يعني تاخروا حتى في الاستعداد بتاع الفريق، لان التغير في الادارات والظروف وغيرها من هذه. طيب خلينا نمشي للمهدي. صحيح مراد، على ذكر الاداره، تقريبا الاداره ما عندهاش برشا، يعني من 10 ايام ولا اسبوعين من اللي تسلمت مقاليد الفريق صحيح. وبسرعه يعني جابت لاعبين وداركت الموقف وعملت يعني عقود مع لاعبين، يعني لاعبين ممتازين في ليبيا موجودين. هذا شيء يذكر فيشكر. ان شاء الله يعني اللاعبين هذم يكونوا في المستوى ويقدموا الاضافه للفريق ونشوفوهم يعني ونشوف فيه مهدي، نشوف فيه مهدي حتى الاداره ما 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 يعني ما تبنيش على البطوله الافريقيه بشكل ان هي تبي تبني فريق وتبي تخوض دوري قوي وان هي تستعد للمستقبل، لان يعني اكيد اي رئيس نادي لما يجيب يدفع فلوس ومازال 10 ايام على مباراه ومنافس قوي ما اعتقدش انه هو ما يطلبش من الفريق اكثر من اللازم. فهو الحقيقه ان النصر سياستهم ان هم بيبنوا فريق للمستقبل، وهذه يعني فعلا يعني هو كل فريق الفريق الليبيه تو لان تعاني حاجه واحده اللي مواجهها هو في المشكله الوحيده، هو الدوري متوقف وكلهم يعني متشبابين، كلهم مغيرين يعني في اللاعبين. فلهذا هنا نقول للجماهير الليبيه يعني تصبر حتى على الفرق نتاعها. احنا الان مرين لنا سنه ونص واقفين، فلهذا كل الجمهور نتاع الفرق الاربعه تصبر وتتحمل حتى مثلا ما تصطدمش بالواقع تقول نربحوا، لو ربحنا ومشينا يعني تكون احنا محظوظين، لكن الواقع راه يقول احنا واقفين وفرق مستعده ودوريات تامه، هم جاهزين اكثر منا باستثناء ممكن هورسيد الصومالي والاثيوبي، لكن احنا المفروض نكونوا اكثر يعني نتحملوا مسؤوليه معاهم ونتحملوا لو خساره مثلا. شوف اسامه وما نستعجلوش، معلش في حاجه يا اسامه، حتى الجمهور يجب انه يكون واقعي. صح، الفلوس ما فيش، الانديه ورؤساء الانديه اغلبيتهم مفلسين، خلينا نكونوا واقعيين. يعني ما عندهمش فلوس، ما فيش ظروف تحكم عليك متاحه الان، واستثمارات كلها في ليبيا واقفه، منين بيجيب ما عندك شيء ثاني رياض؟ ليش ما نوفروش فلوسنا احنا؟ ما نمشوش لثقافه ان احنا نعتمدوا على الفئات السنيه داخل النادي. صحيح، هذا اللي نقوله. شفنا انديه ونجحت بها في بعض الانديه الان حتى على المستوى الافريقي والمستوى العربي، بنت على فرقها في مستوى الشباب واستطاعت هي تبني فرق قويه، ليش انت ما عندكش امكانيات؟ انت دائما ممكن ما احنا الصبر عادي تعودنا بالاستعجال، دائما ما كنا مستعجلين. شوف اسامه، ليش قال لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر؟ انت ممكن تبني من فريق الشباب طلع رياضيا زي ما شفنا النصر الان، ابناء اللي طلعوا الفتره الماضيه دوما مفتاح طقطق وسالم المسلاتي وخالد مجدي الان اصبحوا نجوم. شوفني مدرستك انت صحيح. مش ضروري ماهيش هي ماهيش لغز ضروري، لا ضروري نتعاقد، مش يقولوا جبت اداره وتعاقدت، لا ماهيش شرط، انا اداره جديده مرات ما نتعاقدش، نبني على الامور وفق المتاح يعني، ونعرف كيف ان التوليفه بعدين تدير ديون عليك يا مراد، تقول علي 10 مليون و15 مليون، تتحمل مسؤوليتك، تتعاقد مع اشباه لاعبين اشباه لاعبين سامحني في الكلمه وما عندكش وين توصل بهم، وبعد ثاني تكلف خزينه النادي ب 10 و15 مليون تقول عليا ديون، لا انا نشوف صغار النادي. هنا المفروض نضرب بحاجه هي عادة. منا مراد سامحني مراد هي سياسه عجاله، منا نبني فريق وفي نفس الوقت ندير مشاركه هي فريقيه. هي السياسه موجوده لو صار النادي يقدر يطبقوها، لكن المشكله في عندنا جماهير ما تصبرش ما تستعجلش، حتى مباراه وديه تلقاه يسب في لاعب ولا يسب ما في حتى رئيس النادي يرسم في احلامه وطموحاته. لا مش رئيس لما النادي بيجي يقول لك انا بنوصل وبندير وبنجيب اللاعب الفلاني والمدرب الفلاني، لا المفروض كرئيس نادي هنا نقول للجمهور راه تصبر علي، انا عندي خطه، انا رئيس نادي الان مثلا ما عنديش فلوس، الدوري واقف، يعني كيف بندير في افريقيا؟ افريقيا الان تطورت، شفنا يعني جزر القمر، شفنا المشكله حتى يعني المشكله الاخرى ان رئيس النادي ما يطلع لك خطه ويقول لك انا بعد 4 سنين نوصل. شفنا نهضه بركان الان حديث العهد خدا كاس الكونفدراليه، يعني العالم تغير، انت المفروض انا كرئيس نادي لا بنصبر راهو الجمهور ما تعب علي في شيء، عندي 4 سنين 5 سنين فريق صغير قصدي هذا مرحله شباب الان نجددوا في فريق، بعد 4 سنين تعال حاسبني. طيب المهدي لما تلعب مع فريق من شمال افريقيا وتلعب مع خصم واضح ومعروف ويبدا منافس قوي، ممكن لما تدخل للمباراه تدخلها بشكل اخر وبوجه مغاير انت كلاعب. والله شو نقول لك مراد، انا نتصور كل فريق يمشي بالامكانيات نتاعو، يعني لو فريق يعني يمتلك عناصر قويه يمتلك لاعبين مهاريين هو حي يعني يفرض شخصيته في الملعب، هو حي يعني يهاجم، هو حيضغط قدام، يعني نادي النصر نشوفه لازم
المدرب يمشي على امكانيه الفريق، يمشي على امكانيه لاعبيه. نعرف في لاعبين شباب، ما نتصورش النصر انا باش يمشي بكل ثقله للهجوم، لانه اكيد فريق يعني الجزائري فريق ممتاز وعنده أمير سعيود هو أحد العناصر البارزة والهامة في الفريق، اللاعب اللي لعب في الأهلي المصري واللي كانت له تجربة كبيرة وكان ربما موهبة منتظرة حتى في إحدى السنوات ممكن أنه هو كان في الأهلي المصري. على ذلك قلت لك يعني فريق النصر لازم يكون متوازن، يعرف الدور نتاعو الدفاعي، يعرف الدور نتاعو الهجومي، يركز على نقاط الضعف نتاع الفريق الجزائري، على نقاط القوة. أكيد فريق النصر عنده نقاط قوة اللي هو الهجومات المعاكسة، عنده زادة كيف الهجومات المركزة، لكن يلعب في عمق فريق الدفاع المنافس. إن شاء الله يعني المدرب يعرف كيفاش يمشي الخطة نتاعو. طيب. ويركز أكثر شيء على قوة مرات سمحني بحث. مرات اللاعب الليبي ما تقولهاش راه في نجم، خلينا نشوفوا المدرب. مرات اللاعب الليبي ما تقولهاش راه الفريق هذاك في نجم أفضل راهو. تعرف والله معناها نلعبوا احنا زمان، نفكر احنا ضد أفريقيا ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه ساتلايت، نلعبوا مثلا لغانا، نلعبوا لمثلا نيجيريا وإثيوبيا ونحققوا في نتائج على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الفرق. أنا نقول لك الأهلي بطرابلس وصل لنهائي كأس الكؤوس الأفريقية، ما كانش زمان في فيديو يعرف الخصم، لا يبني على فريقه، يبني على فريقه مراد. انا مره تلاقيت مع محمود مخلوف طبعا الله يذكره بالخير، دوينا على ساحل العاج، هو دار مباراه كبيره قدام ساحل العاج ودروكبا ودي دروكبا. قال لي ما شبحتلاش دروكبا، قال لي شبحت لك انا لاعب محلي، لعبت لك انا لاعب محلي. قال لي استطعت اني اقدم مباراه كبيره لو خاف منا ودروكبا، واسم دروكبا هو دروكبا نجم طبعا ونجم الكره الانجليزيه. قال ممكن فقد الثقه في نفسي. فهذه صحيح. الاشياء اللي بعض الاحيان ما تقولهاش هذاك خطير وذاك نجم، تكبر على الفريق وعلى النادي، يدخل ممكن حتى طيب. من ناحيه العامل معه يكون مرتجفين شويه يعني. نسمع مدرب فريق النصر محمد عوده وبعض اللاعبين شن قالوا قبل مواجهه بالوزداد، ونرجع اكيد لتكمل الحوار مع ضيوف. إن شاء الله نعمل مباراة كويسة تسعد جمهور ليبيا وجمهور نادي النصر خاصة إن شاء الله، ونعمل نتيجة إن شاء الله بإذن الله تفرق معنا في مصر. الماتش طبعا صعب، احنا بنلعب فرقة قوية جدا، بطل الجزائر في الدوري وبطل الجزائر في السوبر، فرقة ما تستهنش بيها، انما الحمد لله اتفرجنا عليها كويس قوي، تابعنا تحركاتهم، تابعنا اخطر ثلاثة اللي هو امير سعيود ورقم 7 و25 الافريقي، اتفرجنا عليهم كويس قوي. ان شاء الله مستعدين لمباراة شباب بالازداد، وان شاء الله نقدموا مستوى طيب، والشباب ان شاء الله على روح وحدة وإن شاء الله نقدم مستوى يليق بنادي الشعب ومدينة النصر إن شاء الله. الشباب كلهم معنوياتهم مرتفعة، وإن شاء الله نقدموا اللي علينا وبالزايد، ونروح برج التأهل من غادي بإذن الله تعالى. نحب نطمن جماهير نادي الشعب ومدينة نادي النصر، بإذن الله حنقدموا اللي علينا وبالزايد. حنقدموا اللي علينا وبالزايد. شو رايك في كلام الكابتن محمد عوده، المدرب اللي كانت له تجربه مع الاهلي بنغازي في احدى السنوات السابقه؟ طبعا تجربته مع الاهلي بنغازي للامانه يعني ما كانتش تجربه كبيره، 3 شهور، هو اصلا مدرب مغمور يعني، درب المقاولون، طبعا هو معتزل الكره في 2005 2006 وتقريبا درب المقاولون فتره طويله باعتبار انه ولد نادي المقاولون، هو كان لاعب نجم للامانه في نادي المقاولون من اللاعبين المهاريين. تكتيكيا شنو رايك كي ممكن حتى حسب ما تعرف بالنسبه لعوده اليوم احنا خلينا نطلع شويه من النصر، درب باتروجيت ما انتظمش معاهم، درب المقاولون باعتبار انه ولد جمعيه وما انتظمش معاها، وثم مشى للاهلي بنغازي صارت معه مشاكل في الاهلي بنغازي تقريبا على الظروف الماليه، ثم انتقل للنصر، الان فرصه جات للنصر. للامانه التصريحات اللي قالها يعني ما كانش فيها نوع من التوازن حتى على المستوى الذهني زي ما كان يحكي عادل، اللي هي ما تخوفش اللاعبين يعني من الخصم، ربما انت تعطي قيمه اكبر، مش قيمه ولكن يعني هي قيمه المنافس، شوف سواء على مستوى الطريقه المثلى اللي بتلعب بها انت تكتيكيا او سواء اختيارك للتشكيله، قيمه المنافس مبدا مهم جدا، لان على قيمه المنافس انت بتدير تكتيك وبتدير تشكيل.
لكن دائما تبعد تعطي حوافز اكبر للاعبين، ما تقولش تذكر في الفريق الفلان عنده فلان وعنده فلان، يعني يجب ان بشكل عام جنرال توكن تتكلم مع اللاعبين بحيث ان انت ما تحطهمش في تحت الضغط النفسيه نتاعهم. طيب من ناحيه ذهنيه ايه شن رايك يا مهدي؟ والله ينضم صوتي لصوت جميع، تقريبا مدرب في قيمة نادي النصر لازم يكونوا أكثر يعني أكثر متفائل، مدرب يعني لازم هو اللي يعطي شحنة للاعبيه، يعني ما يخممش يعني في الفريق المنافس، لازم فريقك تعطي القيمة الفنية لفريقك، تشجع اللاعبين نتاعك. نتصور اللي فريق النصر عنده عناصر صغيره لازم تشجعهم تساندهم، تحكي على فريقك اكثر من اللي باش تحكي على الفريق المنافس. ايه لكن مرات انت كلامك هذا للاعلام وما تحكيهاش حتى للاعبين، مرات تحكيها للاعلام بس بحيث انك انت تهيئ بطريقه اخرى، مع اللاعبين تتكلم بشكل اخر في داخل انت سمعها اللاعبين. انت لو من توا يعني تحكي على الفريق على الفريق المنافس يعني بالطريقه هذه، يعني كيف يعني في فنيا لما تقابل اللاعبين نتاعك حتحكي على الفريق المنافس؟ يعني شوف هو يقدر كان يتجنب، يعني يقدر يقول مثلا فريق اوكي يعني نحترم المنافس، نحترم فريق شباب الوزداد، لكن يقول مع هذا احنا عندنا قدرات عندنا لاعبين قادرين، يقدر يشكر حتى فريقه هو يعني بجنرال. ما عجبكمش كلكم كلامه؟ لا هو لا مش ما عجبناش هو كلامه اوكي، لكن فيه نوع من زي ما تقول اعطي شباب الوزداد. بالعكس انت تتكلم على فريق معروف في الجزائر وفي الكره الافريقيه معروف، لكن معلش شباب هو الوزداد هو صحيح ان راهو للفريق شباب الوزداد ان النسخه الماضيه طلع من الدور التمهيدي، شباب يعني الوزداد نعرفه دائما في المنطقه الدافئه في الدوري الجزائري الا السنه هذه، دائما يكون في الرابع الخامس، ما كانش يعني دائما في الترتيب حتى التاريخ الافريقي. طيب فريق النصر زاد عنده اسمه زاد عنده تاريخ الموسم اللي فات، زاد فريق النصر لما بطولة هو المفروض بالوزداد يخاف لانه لاعب في ربع نهائي النسخه الماضيه وانت طالع من دور التمهيدي. شوف حاجه الكلام هذا كان ينقال بعد المباراه مش قبل. طيب يقول انا مثلا لعبت على الفريق الفلاني، لعبت على نقطه القوه، لعبت على نقاط الضعف الرياضي الفلاني، راقبته لاني عرفت نجم الفريق، لكن لما تقولها قبل المباراه هذا كلهم لاعبين يعرف ان المدرب لما يقول لك الرياضي ذاك ردوا بالكم منه يصير شويه خاصه اللاعبين ما فيش ثقه، يبدو خاشين ما عندهمش ثقه. خلي ان شاء الله احنا يخالفنا الراي الكابتن محمد عوده وياتي بنتيجه ايجابيه من الجزائر من ملعب 5 جويليا. نمشي لفاصل ومن ثم نواصل قبل الموعد. رجعنا بعد الفاصل ونواصله قبل الموعد بكل تأكيد. أسامة خيرك ترقد شنو؟ صح صح شوية. خلي نمشي للكابتن رياض. كابتن رياض 4 مدربين: جلال القادري الأهلي طرابلس، ديغان أرسوف الأهلي بنغازي، محمد عودة النصر، وداكوستا الاتحاد. 4 مدربين مقبلين على منافسات وجماهيرهم حتتعرف عليهم في غمار منافسات إفريقية وليس محلية. كيف تشوف الموضوع حق كومبليكيتد معقد جدا؟ علاش الكلام اللي تقول فيه انت يا مراد؟ في مدربين ما جربوش التجربه الافريقيه ونجحوا، برانكو مثلا، لكن برانكو جاي لليبيا مثلا في انتظام دوري قبل يخوض المسابقات الافريقيه، خاض البطولات المحليه ومسك الفريق ودوري منظم، اي ودوري منظم، لكن انت للامانه تلقتك عليك كل الظروف. وهذا نرجع لكلامنا الاول، اول شيء استعداد غير مبكر، ثاني شيء لاعبين شبان، ثالث شيء لا مدربين توقف الدوري، جائحة توقف الدوري، جائحة كورونا، يعني عند هلبة ظروف قاسية جدا. احنا راهو ما عندنا الا ان نتمنوا ان الفريق يعني يخوض، سواء النصر والاهلي طرابلس والاهلي بنغازي والاتحاد، ان هم يستمروا يمشوا بعيد لل. شنو رايك عادل؟ والله كلام رياض معناها صحيح معناها مراد. ما شوف انت المدربين ما عندهمش خبره افريقيه وجد زي ما قال في ظروف. اللوم المدرب ولا المسؤول اللي جاب المدرب في ظروف زي هذه؟ لا المسؤول هو شاف انه في المدرب هذا انه هو قد يكون هو المنقذ، وهو اللي يبني فريقه، هو ممكن يرسخ فكر ممكن الذهاب بعيدا في الادوار الافريقيه مع المدرب هذا، لان انت اختيارات مراد. لو وجد مراد بعتلي عادل دقيقه يا مراد، حتى لو انك انت جبت مدرب عنده خبره في افريقيا، هل تتوقع يعني نتائج تكون كبيره؟ راهو احنا لازم اينشتاين شنقال؟ قال راهو ربما انت
يعني في ممكن انت تتخذ نفس الاجراءات، ما تتوقعش ان في متغيرات ونتائج ثانيه غير يعني يا كابتن. بعدين حتى الظروف لما قلنا احنا وقف دوري مثلا، جبت انت مدرب معروف ومغمور وخاض هالمباراه افريقيا، لكن بيصطدم بفرق ليبيا ما تلعبش، لا يكون الظروف اللي مع عام ونص جائحه كورونا، وزيد على ذلك يعني الفريق متشبب. انا مش حيلين نسالوا المهدي، احنا المهدي خد تجربتين انت مع النصر، صحيح. واحده في انتظام دوري ومنافسات وغيره، واحده في ظروف ممكن اسوء من الاولى. شنو المتغيرات او شنو الجزئيات اللي ممكن يركزوا عليها المدربين في هذه المره؟ والله تو شو اقول لك، انا تو قاعدين نحكيوا على تشبيب فريق، كل تقريبا ثلاثه فرق الا تقريبا فما الاهلي بنغازي اللي هما اللي قاعدين يشبوا في الفريق. انا نتصور المدرب لازم يكون عنده حاجات يعني توابط ماشي بيهم واضحه، يعني لازم تجيب مدرب تكوين. انت عندك فريق صغير ولا يعني باش تكونه، لازم تجيب مدرب في مدربين يعني مكونين الفرق هذه، فهمتني؟ يعني نشوفوا مثلا منتخب قطر، يعني منتخب قطر تقريبا المدرب من 17 اللي فاز به بكاس آسيا تقريبا من 10 سنين هو يتبع فيهم، حتى اسبانيا حتى يدرب حتى فوالا صحيح، حتى يعني للأكابر. أنا نتصور الانتقاء المدرب لازم يكون فيه خصوصيات يعني، ولازم يكون دقيق ودقيق جدا، لأنه الاستراتيجية اللي نمشيو بها مراد لازم تكون واضحة، ولازم تكون يعني صحيحة 100%، يعني مش يعني تجيب لي فريق صغير وفريق يعني تحب تاخو فريق صغير وبعد تاخو بيه البطولة. الصبر ما تلقاش أول شيء والله العظيم، يعني لو بتجيب مدرب حتى المنتخبات والفرق الصبر ما تلقاش أول شيء، يعني أول شيء بيقولك مدرب أجنبي أو قداش ياخد، بي مدرب أجنبي فيش مدرب منتخب ولا مدرب فرقة كبيرة بياخذ راهو 10,000 دولار، خزي هذا ما فيش. لو تبي تبني انت، لو تبني مدرب يقاحر احنا نقوله في افريقيا ويضرب بالشنس ما باش يجيب لك بطوله بجديات، احنا ما فيش فريق ليبي الان يعني يقدر انه يبني فريق ويجيب يعني مدرب وياخذ لنا كاس مثلا في افريقيا وبطوله افريقيا. بصراحه انا نشوف يعني في الامر ان نهضه بركان فريق حديث العهد مع الفرق الليبيه، احنا عندنا انديه كبيره ما خدتش، يعني ماذا بينا نشوفوا فريق ليبي ياخذ كونفدراليه ياخذ ابطال افريقيا. يعني لو تشوف اليوم البلدان، مصر 14 البطوله، تونس 6، الجزائر 5، لا مش هلبة، اربع سنين الخطه العشريه والخماسيه. عادل خلينا نسال الله شو رايك فاهم تعال. لا ليبيا ما فيش حتى خطه اوليه، معلش خطه عشريه مدرب جاء في يخسر مباراه بيروح واضحه في ليبيا. مراد اول حاجه بهذا الوقت المدربين الموجودين انهم يواصلوا حتى لو لا قدر الله، هذه الثقافه مراد مفروض كنت بنعقب على مهدي، هذه الثقافه المفروض ترسخ الان في افكار الادارات والجماهير الليبيه. المدرب روح الساحه، انك جبت اليوم سامحني اسامه، جبت اليوم المدرب وبياخذ لك بطوله اليوم وبياخذ لك افريقيا اليوم وبيبني لك فريق. احنا قلنا يا جماعه الصبر، قلنا هذا تكتيك، انه هو كيف يرسخه في فكر اللاعبين، اسلوبه في الملعب، اسلوبه خارج الملعب، طريقه تعامله مع المباريات، طريقه تعامله مع المنافس، طريقه تعامله خارج الملعب، هذه كلها مراد تحتاج الى عامين وثلاث سنوات. لكن احنا نجيب المدرب الان نوقع معاه نلعب معاه مباراه دياب واياب، يغادر هاي تعال نتفاهموا معاه بالتراضي، يفسخ يجيبوا مدرب ثاني يمشوا معاه شهرين، يخسر مباراه ديربي طيب. نفسخوا معاه ويقول لك ليش الفريق في تخبط. اكيد الفريق حيقعد في تخبط يا مراد، لماذا؟ لان ما فيش حاجه اسمها استقرار حتى على اللاعبين. طيب خلينا الاستقرار راه عامل مهم جدا جدا للنجاح، لما تستقر 3 أو 4 سنين على مدرب يبني لك فريق راه عامل مهم جدا جدا. هو بيبني اسامه، هو اللاعب في الشهر هذا في النادي هذا وبعد شهرين تلقاه موقع في النادي الثاني، هو بيبع اللاعب هذا يمشي يلقى فيه، وهم يختاروا له اللاعبين ويختاروا له اللاعبين. سامحني علاش ديما نحكيو على المدرب فقط، منظومه كامله لازم يكون اطار فني كامل راهو متكامل راهو. نحن نتكلم مدرب مهدي، نتكلم مستاف كمدرب مدير فني، مدير فني لازم هو تحت الستاف كله، لازم يكون عندك معد بدني هو بيرحل هو وياه مهدي مشكله. اكيد لا وحتى مساعده في مساعد ثاني في اوروبا مراد يعني الفنيين نتاع الفئات السنيه تقريبا ياخذوا اجر اكثر يعني من المدربين في الفرق الكبار، لانهم يعتمدوا عليهم بصفه كبيره تكوين. صحيح. طيب الاهلي بنغازي مباراه مجهوله مع ميكيلي الاثيوبي، الفريق اللي ربما قادم من اثيوبيا وقادم من اقليم يشهد
حرب طاحنة بين قوات الدولة وربما معارضين وغيرها، إقليم تيغراي. شوفوا نقاط قبل مباراة الأهلي بنغازي المجهول المصري. ما قالهاش وصل ما قالهاش باي. هاي شوفوا نقاط المباراة. ربما الأهلي بنغازي في طريق مفتوح إلى الدور القادم ومواجهة قادمة، لكن الفريق حيكون في الملعب، واليوم في الاجتماع الفني الفريق الأثيوبي ميكيل لما جاش للاجتماع الفني، ما وصلش لمصر حتى الآن، الظروف ربما غامضة، لقينا ناس تعاني زي معاناتنا، لكن الحمد لله احنا نحاول ان كيف نتغلب على هذه الصعاب. هو للأمانة الفريق الاثيوبي طلب من الكاف انه هو يلعب ب 11 رياضي، 11 لاعب فقط اليوم، على 11 اللي طلعوا من اقليم لاديس ابابا. ايوه، ولكن هذا طبعا يخالف لوائح الكاف ولوائح التنظيم المباريات القاريه. واعتقد انها الان يعني الاهلي بنغازي يجب ان يفكر في المرحله القادمه، ويفكر في المشوار القادم امام الترجي التونسي، فريق عملاق في افريقيا. اعتقد انه يحصل فتره كويسه في القاهره، يستعد اكثر، يحصل مباراه وديه اكثر، نتمنى انه هو. وزيد على ذلك السيد رئيس الاتحاد الكوره يجب انه هو حتى هو يساعد شويه ويعطينا انطلاق المسابقه، خلي حتى اللاعبين يحصلوا زوز مباراه قبل المباراه، يصطدموا بالمباراه القويه هي. ولكن لا حياة لمن تنادي. مهدي، لما تصير في ظروف زي هذه، ربما في السابق ممكن تصير في 10 سنين مرة، لكن تو بدينا باستمرار، تو نشاهدوا في العالم في أفريقيا تغيرت، الكورونا أثرت، الأزمات في القارة أثرت، اللاعب أصبح تحت ضغوط إضافية غير الضغوط الفنية، يعني اليوم حتى التنقل بات صعب من دولة إلى أخرى. أكيد مراد، نشوف الفريق الأثيوبي يعني تقريبا لقى، نتصور اللي لقى مشكلة حتى يعني في الفريق نتاعه باش يوصل النصر، كيف كيف زاد كيفاش لقى المشكلة باش يمشي للجزائر. نتصور اللي فما برشا مش يعني كان في أفريقيا بس يعني مراد، يعني حتى في أوروبا في مشاكل لاعبين، يعني ليلة المباراة شفنا نابولي يعني ما مشاش جوفنتس، ما مشاش لتورينو باش يلعب مع جوفنتس. هذه العوامل نتصور عوامل عاديه مراد في ظل ازمه الكورونا هذه، لازم نتمشاو معها في كل الحالات مراد. طيب عادل، لما تعزز صفوفك تاتي بمدرب صربي، دعم صفوفك بلاعبين، تكلمت على التلبه القادم من الغريم التقليدي، نتكلموا على ابراهيم واتارا المهاجم القادم من الترجي التونسي، نتكلموا على تدعيمات محليه الحارس مراد الوحيش وغيره من هذه التدعيمات بالنسبه للاهلي بنغازي، ترى بان من 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 الاسماء اللي منتدبه ممكن في رغبه في الذهاب بعيدا. صحيح، ان شاء الله الاهلي بنغازي يعاودنا نفس الانجاز اللي حققه، وفي السابق فاز على الترجي وفاز على الاهلي المصري وذهاب واياب وحقق نتائج جد ايجابيه، وكان يضم كوكبه من النجوم على راسهم احمد الزوية، على راسهم معتز المهدي، احمد عيد، عبد الملك، موزيس، عده لاعبين حقيقه كانوا من سادومبا، عبد الرحمن العمامي، سادومبا كان حقيقه نجوم في الفريق، حمد السنوسي، فعده لاعبين حقيقه كانوا قدموا الاضافه مع فريق الاهلي بنغازي وحققوا نتائج ايجابيه. ان شاء الله
الله يعاودوا نفس الإنجاز هذا، لما لا ثقة في النفس ويحطوا اليد في اليد مراد ويكونوا خلف جماهيرهم خلف فريق الأهلي بنغازي. الحقيقة الأهلي بنغازي معولين عليهم بالذاتهم والأهلي طرابلس، خلينا نكون واقعيين مراد، لأن هم ممكن عندهم الأفضل اللاعبين الجاهزين. لما نتكلم على الأهلي بنغازي سمينا اللاعبين الآن، ولاي طرابلس انضموا لهم مؤخرا معتز المهدي وعبد الله بلعم وخالد مجدي، عدة لاعبين وإضافة محمد نشنوش واللاعبين اللي طبعا السابقين. فمن هنا الأهلي بنغازي عليه أنه هو يحاول أنه يحقق نتيجة إيجابية. تكلمت على وتارة الانتداب الجديد اللي هو كان لاعب ضمن صفوف فريق الترجي، قد يكون قيمة فبدأت عن مستوى النزعة الهجومية بحيث يعطي الثقة لزملائه، وسبق وأن تدرب مع فريق الترجي ولعب معهم، فمن هنا ممكن هاجز الخوف وهاجز معدل الثقة ما يكونش موجود عند اللاعب هذا، يستطيع أنه هو يقدم إضافة مع الزملاء. كذلك المدرب أرسوف اللي هو المدرب الأهلي بنغازي، قلنا ما يعرفش الكرة الأفريقية، ولكن على الأقل كرة القدم تعرف للجميع أن هي 11 لاعب ضد 11 لاعب داخل أرضية الملعب، ما عليه إلا يرسم التكتيك المناسب ويتفرج على فريق الترجي. إحنا مشينا الترجي ونسينا الفريق الاثيوبي اللي تمنيت لعبني وسامح حقيقة، ما نساناش قلنا ما جاش، لا هو مش تمنيت لعب حرب، تمنيت لعب لماذا؟ لأن زي ما قال رياض تجربة يعني. مهمة لأن الأهلي البنغازي وفرقنا كلها ما عندهاش مباراة في قدميها اللاعبين، تمنينا لعب الأهلي البنغازي ذهاب وإياب، وأن هو مشى للترجي على الأقل لاعب مبارتين والمدرب وقف على بعض الأخطاء والوديات اللي الآن يعني تلجأ لهم الأندية المحلية. الوديات ماهيش مقياس، لكن الوديات زي ما قال لك كابتن رياض مش مقياس، أهم شيء هو الاختبار الحقيقي وين؟ مباراة رسمية، مباراة رسمية تقدر توقف على مستوى كل لاعب وتعرف، لأن الودي عكس الرسمي، يعني زي لما أنت تقرأ امتحان طبعا بتحضر في الليل وبتقرا، بس لما تجي وقت الامتحان بتعب الورقه وقت الامتحان، وقت الامتحان هذاك هو الرسمي صحيح. لكن المباراه الوديه مرات في لاعب يخدعك في مباراه وديه، مرات يجي لك مباراه فورما، لكن جي في الرسمي تلقاه مثلا ما في شيء. نتمنى الاهلي بنغازي انه هو يعني الان يفكر زي ما قال كابتن الجمعه فيما بعد، يعني لان بصراحه مباراه الترجي اهم للاهلي بنغازي الان. الفريق الاثيوبي صارت له حرب ظرف، طلع 10 لاعبين، قواعد كره القدم في الفيفا ضروري يكونوا 13 لاعب في الكاف، هم في الكاف هم اربعه كلها حتى الفيفا، يعني هم 11 لاعب ما يقدروش يلعبوا، ما ممكن الفريق ما يجيش، يعني هم راسلوا الكاف بهذا الخصوص، والكاف رفض لان حتى الهلال صارت له اسوء الهلال السعودي سامحني اللي يطمن في الجزئيه هذه ان اغلب لعيبه الاهلي بنغازي لعيبه جاهزين على كل المستويات. الشيء الثاني الثقه اللي المدرب الصربي نعم، وحتى الاستقرار الاداري يعني ما عندهمش تخبط اداري. الكره الصربيه بالذات ان هي عندها المزيج بين العامل الدفاعي والعامل الهجومي، كذلك تمشي معانا في تتمشى في اوروبا في الكره الليبيه. نتمنى حتى مدرب المنتخب يكون صربي، لماذا مراد؟ لان نفس الاسلوب اللي يمشي مع الكره الليبيه، احنا عندنا مهارات لعيبتنا بطبيعتهم زيد على هذه الناشئين تو ناشئين في الصرب، العامل الالتحامات على تضييق المساحات، العامل البدني، القوه البدنيه، زي ما شفنا برانكو، شفنا قبل دراغان مع النصر، شفنا قبل الصربي كذلك مع الاهلي بنغازي مدرب ممكن حتى في الناشئين يا عادل، في الناشئين كاس العالم ناشئين او ناشئين هالبصر. خلينا نشوف مدير الكره ناصر فكرون والمدرب ديغان ارسوف شن قالوا قبل المباراه اللي مجهوله واللي بنسبه كبيره لن تلعب. طبعا من الناحيه الاداريه ان احنا تم تجهيز الملعب ومراسله الاتحاد الافريقي بان احنا اخترنا ملعب بتروسبورت يوم السبت يوم 28 على تمام الساعة 8. رسلنا الاتحاد الأفريقي عدة مرات، طبعا أكد أن الفريق سيكون حاضر إلى مدينة القاهرة، لكن يبدو أن بعض المراسلات أن عندهم مشاكل في الدولة بتاعهم ومشاكل في الطيران. لكن نحن بالنسبة لنا نحن كنادي الأهلي إجراءاتنا التنظيمية كانت متكاملة، درنا المسحة اللي هي بالنسبة لمسحة الكورونا اليوم دارها الفريق كله. بالنسبة للأمور التنظيمية الأخرى الحكام طبعا تم استقبالهم ووضعهم في الفندق. Even they still didn't confirm will they come or not, will we play the match or not. From the source we found the some information about that and we analyze them, we prepare the match. So I hope that first of all I hope that we'll play this match. I hope that we have the game and another thing because we are really really ready and we want to prove ourselves the team. After 30 months we want to show to everybody that we are ready for one strong competition. عادل
سمعت ديغان شنقال وربما تبي تعقب عليه. نبي نعقب على الكلمه، انا طبعا ما شفتهاش التقرير وممكن هذه مره نشوفها. نفس الكلام اللي قلناه مراد، معناه قال لك نتمنى نلعب المباراه باش نعرف كيف وين وصل الفريق ونوقف على امكانيات فريقي بحيث ان احنا نكونوا مستعدين ام لا للمرحله القادمه. فانا قلت لك المباراه عكس الودي، مع تلعب ذهاب واياب، فريق ان شاء الله يكون في المتناول، فريق الاثيوبي بالاهلي بنغازي، بحيث ان الفريق اكثر اللاعبين يلعبوا مباراه بحيث يجود الترجي يجوا على الاقل لاعبين زوز مباراه. مرات لكن في نقطه ايجابيه اخرى، مرات انت تلعب مع فريق في وقت ضيق وفي زمن ضيق، ما تعرفش حتى العناصر ما تعرفش عليهم، تتفاجأ ربما يعطيك الوقت عدم اللعب، ولا شو رايك مهدي؟ والله نتصور ان اكثر واحد يعرف الفريق نتاعو هو المدرب. صحيح. لانه بين ذهاب واياب باش يشوف عنده تقريبا 24 ولا 25 لاعب ينجم حتى يشاركهم الكل. لو اللاعبين يعني في المباراه الاولى يقدموا مباراه يعني ممتازه ويربحوا بنتيجه عريضه، ينجم يعمل يلعب حتى بفريق الثاني. تتوقع الاهلي بنغازي يحدث الفارق امام الترجي في المباراه الجايه؟ والله مراد شو نقول لك، يعني فريق الترجي نعرفوه تقريبا الناس الكل، عنده تو مده تقريبا 5 شهور قاعد يحضر في الفريق نتاعو، انتدابات واستقرار، استقرار يعني على جميع المستويات الفنيه الاداريه كل شيء مراد. كيف زاد عنده عناصر جديده، عناصر ممتازه قاعد يشرك فيهم بشويه، لعب قداش من مباراه وديه، نتصوروا اللي حاضر 1000%، ونتصوروا اللي زاد كيف قاري الاهلي بنغازي. علاش لا، يعني في الكوره ما فماش حتى علم صحيح، اهلي بنغازي نجم فعلا متغير الكوره صح، نجم يحدث الفارق في اي لحظه، لكن لما ما ننساوش اللي فريق الترجي الرياضي التونسي حاضر على جميع الواجهات. باه، بنمشي لكابتن اسامه بعدين الرياض. اسامه حمد الهوني عندنا طرف في هذه المباراه بيواجه الاهلي بنغازي. شوف يعني حمد الهوني لاعب طبعا ما يختلفش على اثنين، لاعب مميز يمتلك المهاره، مفتاح لاعب في الترجي بصراحة، يعني مهاراته الفنية مرة تجيب لك ريغولي، مرة تجيب لك كرة يعرفه ربما في الدقيقة 90. يعرفوه حتى لاعبي الاهلي بنغازي شلبي وتلبا يعرفوه، لكن الاهلي بنغازي نقول لك يعني مدربهم اشار لجزئية انه هو زي ما ذكرنا احنا وذكر الكابتن عادل والكابتن رياض والكابتن مهدي، ان اللي بيلعب ضروري ما يلعب، ضروري يشوف مستوى لاعبيه. يعني المدرب حسيتها زي اللي عنده مثلا انه بيبي يقدم شيء كمدرب للاهلي بنغازي، يعني ان شاء الله يكونوا في جاهزيه تامه. الاهلي بنغازي فريق معروف بالنسبه للترجي، والترجي معروف للاهلي بنغازي، لكن الفرق انه واحد يلعب دوري منتظم ومستقر وواحد لا. مرات الاهلي بنغازي يحدث المفاجاه ومرات لا. احدث المفاجاه الاهلي بنغازي في احدى السنوات وتفوق على الاهلي المصري في عقر داره. بالتاكيد، لكن تلك الفتره كان في دوري منتظم، كان مش هلبه كابتن رياض ال 14 وال، لكن في دوري يعني دوري موجود تقريبا، يعني المفاجات زي ما قلت انت المفاجات هي موجوده في كره القدم دائما، الاحكام مش مطلقه ان الترجي بيفوز الاهلي المصري، لكن نفسيا هذه المباراه مبدئيا يعني ما تاثرش في المجموعه، انك انت مقبل تستنى في مباراه وتحضر لها وبعدين لا بالعكس يعني ما اعتقدش ان هي تاثر بشكل كبير. هو قال المدرب الجزئيه هذه، قال 3 أسابيع نخدم على المباراه، يعني 3 أسابيع يعتبر انه هو لظروف يعني عوامل التركيز اكثر للاعبين، يستمر في المفروض اداره نادي الاهلي بنغازي يستمر في معسكره في مصر ويدير مباراه وديه اكبر، يعني تبدا المده كافيه وممكن يخش يلعب ضد الترجي في حضور بدني كويس، في حضور ذهني كويس، ربما يحدث الفارق ربما. ان شاء الله يحدث الفارق الاهلي بنغازي اكيد، ويكون رفقه ممثلين الاخرين في شكل افضل واحسن اكيد. نشوفه ونختمه حلقتنا لليوم مع ملف اخير وهو الاهلي طرابلس، الفريق المعفي من الدور التمهيدي، واللي تنتظره مواجهه قادمه في الدور القادم بنسبه كبيره، حيواجه الاتحاد المونستيري اللي تفوق اليوم في لقاء الذهاب الاول ليه في الدور التمهيدي. نقاط عن الاهلي طرابلس قبل هذه المنافسه. We'll be right back.
طموحات أهلوية بمشاركة مميزة في هذه النسخة بكل تأكيد. أسامة نبدأ معك الحديث عن الأهلي، يعد العدة، انتدابات، طموحات كبيرة، مدرب جديد، لاعبين جدد في محليين وأجانب، الوقت ربما يخدم الأهلي أكثر من المنافسين الآخرين. صحيح، لكن نفس الكلام اللي قلنا، مدرب حتى هو يعني ما عندهش خبرة أفريقية، لربما سمعتها تكون كويسة، ما دربش فرق كبيرة، ما خادش تجربة أفريقية. جلال قادري لكن ما عندهش الخبرة الأفريقية، ما قادش فريق في أفريقيا. يعني نفس الكلام ممكن على المدربين اللي فاتوا. المباريات يلعب في مباريات ودية، عنده طموح يلعب مباراة ودية. انتدابات الأهلي تعرفها أنت، يعني انتدابات يعني تكاد أن تكون جيدة. معظم اللاعبين نجوم في الدوري الليبي، استقطب عدة لاعبين بالإضافة لاستقرار بعض اللاعبين، نشنوش، الغنودي كذلك، يعني ربيع اللافي القديم الجديد، يعني عدة لاعبين مميزين في الدوري الليبي. استقرار إداري ساسي عون يعني لي فترة طويلة من 10 سنين أو 9 سنين مع في إدارة النادي. ما ان شاء الله يعني الاهلي يكون يحقق طيب المطلوب، يعني وخصوصا انه يقود يعني المباراه الجايه لو فاز الاتحاد المنستيري المباراه الاياب، يعني حيواجه الاتحاد المنستيري بالتاكيد حامل لقب كاس تونس، فريق جيد يملك عناصر كويسه. عندنا في معصم صب وكان حتى طلحه رزق وطلحة رزق تو مع الأهلي، يعرف يعني فريق الاتحاد المنستيري، أجواء المنستير يعرف أجواء المنستير، يعرف اللاعبين أكيد يعني، والمدرب كذلك يعني من تونس يعرف المنستير، يعرف أجواء المنستير. حتكون مباراة يعني الأهلي يعني ما فيش حتكون سهلة. فريق المنستير فريق محترم، يجب على فريق الأهلي احترام المنافس، وإن شاء الله يعني نشوف نشوف اللي يحافظ المنستير أكثر. إن شاء الله الأهلي يفوز، يعني مدابينا يفوز. شوفوا عادل، شنو رأيك في الخصم القادم للأهلي طرابلس؟ المنستير اليوم تفوق وربما هو الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وسام مراد ماهوش بعبع، ماهوش ترجي وماهوش النجم الساحلي في الفترة الماضية، فريق محترم، فريق يستطيع في المتناول بالنسبة لله بطرابلس. يعني ما حقيقة ما انقزموش لله بطرابلس. مراد لله بطرابلس عنده لاعبين نجوم على المستوى المحلي، لما نتكلم عليه خط هجوم يكون يبدأ بمعتز المهدي، بمحمد الغنودي، بخالد مجدي، معنا لاعبين، وسام بوسنينة الآن تم التعاقد معه، لاعب تونسي مدافع في النادي الرياضي البنزرتي. المدرب جلال القادري تونسي، يعرف جيد الكرة التونسية ويعرف خبايا الفريق الاتحاد المنستيري، يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف. ما ننسوش ان فريق الاتحاد المنستيري غادروا منا 6 لاعبين دفعة واحدة اللي هم نجوم الدوري الماضي. لما نتكلموا على العمود الفقري، أكبادو اللي هو قلب الدفاع، موزيس لاعب الارتكاز، وأكبوتو لاعب المهاجم، مراد زيد على هذا اللي هو ياسين العمري غادر الفريق، محمد المكاري غادر الفريق، معناها 6-7 لاعبين دفعة واحدة غادروا الفريق. فهذا اليوم شفت أنا حتى أداء فريق الاتحاد المنستيري ما كانش حقيقة بالامتياز اللي كان الموسم الماضي. أنا نقول أن فريق نادي طرابلس لو يركز ولو انه هو يستفيد من بالذات من على المستوى الشق الهجومي، يشتغل المدرب على الشق الهجومي، انا متاكد ان الاهلي بطرابلس يستطيع ان هو يعبر للدوري القادم. الاهلي بطرابلس مراد الشيء، الميزه اللي في الاهلي بطرابلس يعرف خبايا افريقيا، ما مش نقول محظوظ، يعرف خبايا افريقيا، ودائما ما يحقق نتائج ايجابيه، ودائما ما يوصل لدوري المجموعات، ودائما يحاول يوصل للنهائيات. استطاع انه يلعب وديات مع منافسين، وبطل الكاميرون باميندا، والان عنده فريق عاجي قادم حيلعب في ليبيا، ربما بادره كويسه. المباراه هذه مراد ممكن توقف المدرب على بعض الجزئيات، ولكن زي ما تفضلنا وتكلمنا جميعا ان مراد المباراه الوديه عكس المباراه الرسميه، المحك هي المباراه الرسميه. يعني نقول لك امام الاتحاد الرياضي المنستيري حتكون هي المباراه الاولى، هي التجربه الحقيقيه للمدرب وللاعبين، ولكن يحتاجوا الى بعض المباريات للانسجام. مراد ما نكونوش قاسيين على المدرب وعلى الفريق، الاداره قاعده تشتغل في نشوف في طريق جيد. بالحقيقه ساسي بوعون قاعد يقوم بمجهودات جباره بحيث انه هو يحاول يوصل بفريق الاهلي في المشاركات الافريقيه، يوصل للمجموعات هدفنا. وانا نقول لك ممكن يوصل اكثر الاهلي بطرابلس بهالمجموعه هذه لو مراد بشيء واحد، لو نقول احنا كان اللعب في ارضنا كان افضل. رانا نقاسوا في اللعب خارج الديار، كل الارض هذه وكل لا بالذات مراد بتقول انت الان. انا شو نقول لك، الشيء اللي عاجبني في الان اللعب خارج الديار هي الكورونا. في بعض الاحيان قد تكون ممكن المصيبه في بعض الاحيان نعمه، نقول هني لان بدون جمهور ما يكونش حيكون ضغط، حيكون الملعب فارغ انك انت تلعب في المنستير. لا ممكن يسمح لك الكاف لو عندك امكانيات، ممكن. انا شفت في المشاركات الان الاوروبيه وحتى اليوم شفنا الاهلي المصري، معناه انك انت لما تلعب زي النصر يلعب امام شباب الوزداد زي ما قلنا، لو بالجمهور تفرق. لو يكون بدون جمهور صحيح، حيكون اداء ممكن عادي، عكس ما يكون ضغط الجمهور يؤثر حتى على قرارك. خلينا نسمع راي رياض في المواجهه هذه. أتفق مع عادل، يعني أعتقد أن هي ماهيش مستحيل أن الاتحاد المنستيري أمام الأهلي طرابلس، أكيد يعني خاصة بعد سقف الطموحات الكبيرة اللي قامت بها إدارة نادي الأهلي،
تعاقداتها الكبيرة وميزانيات وصرف أموال كبيرة، يعني أكيد طموحاتهم عالية جدا، وهني يجب أن تكون يعني هذه الطموحات في إطار يعني مباراة ودية، دوري يقام، يعني حتى الأمانة يعني حتى بهذا النجوم اللي تم استقطابه من النادي الأهلي، أعتقد في ظل توقف الدوري وفي ظل الرياضة المشلولة في ليبيا ما تمشيش بهم للأمام، مستحيل يعني، مستحيل أنك أنت ورينا احنا كيف انعكس مستوى فريق الأهلي في مباراة الودية الزوز أمام الفريق الكاميروني، يعني فريق واضح أن فيه لاعبين كبار لكن الفريق مش مندمج ومش منسجم، يحتاج مباراة ودية، يحتاج منافسة قوية في وسط الدوري، يحتاج يعني الأشياء هي اللي تزيد من مستوى الفريق. مهدي شو رايك؟ والله في الحقيقة من ستيري والأهلي طرابلس، انت تو تعيش في المستير وتعرف وانت ساحلي قريب المفروض سعاد اللي تعرف اتحاد منستير عنده مدة تقريبا عنده 3 أو 4 سنين صحيح. قاعد يكون في فريق فنيا قاعد يعني عنده اطار فني من اعلى مستوى، صحيح عنده لاعبين يعني خرجوا الفترة هذه لكن دعم الفريق متاعه بعناصر ممتازة وممتازة جدا، نتصور الأهلي طرابلس باش يلقى صعوبة كبيرة برشا قدام الاتحاد المنستيري، صحيح يمتلك مدرب ممتاز جلال القادري اللي هو عنده خبرة كبيرة في تونس وعنده خبرة زادة حتى في الخليج، ممكن ما دربش فرق كبيرة في تونس لكن مدرب محنك، مدرب يعني خبرة، نتصوره اللي زادة كيف حتى الأهلي عنده لاعبين ممتازين، عنده إدارة ممتازة، نتصور اللي باش تكون حتى الأهلي طرابلس سمحني مهدي طيب. حتى طرابلس عندما يقدموا قال لك هذه سياسة نوفية جابوا لهم المستير، يقول أنت ما بتشجع لا طرابلس المستير، قلت لهم بلادي وإن جارت علي عزيزة طبعا ضم في صوتي لجمهور لا طرابلس فالأخير هذا المدية طيب. أحلى ختام ربما اليوم قبل الموعد، كل التوفيق لكل ممثلين في البطولات الإفريقية، الاتحاد البداية، النصر والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس. شكرا أسامة، شكرا، وإن شاء الله نبي نوجه دعوة لكل الجماهير الرياضية تدعي للسيد طبعا والكابتن نصر القاضي إن شاء الله يا رب يمر بوعكة صحية إن شاء الله نسأل الله أن يشفي ويعافيه أكيد. مهدي شكرا، جمهور النصر يستنى فيك في الاستوديو التحليلي يوم الأحد. شكرا مراد، يعني إن شاء الله يعني كل الجماهير تقف وراء الفرق نتاعها وإن شاء الله نتمناو التوفيق لكل الفرق. كابتن رياض حتى أنت حتيح يستنوا فيك غدوة إن شاء الله واليوم في الاستوديو التحليلي والنقل المباشر أكيد لمباريات الاتحاد وأيضا النصر إن شاء الله. شكرا مراد وشكرا لكل الأخوة المحللين، وفي نفس الوقت نتمنى فوز الأربع فرق المشاركة الأفريقية هذه مهمة تعطينا معنويات إن شاء الله يا رب. عادل شكرا لك مراد، وشكرا طبعا لجميع الاخوه المحللين، وشكرا لجميع مشاهدي قناه الدبليو تي في. ان شاء الله كانت اليوم سهره ممتعه اكيد، وان شاء الله اقتربنا فيها اكثر من ممثلين اكيد. شاشه الوسط حتكون ناقله لمباراه الاتحاد وارسيد الصومالي، بالاضافه لتغطيه خاصه بكل تاكيد لمباراه النصر وشباب الوزداد، المباراه الاولى والمباراه الثانيه. اكيد الوسط دائما حتكون الشاشه الامثل والأجمل واللي حتتابع أكيد ممثلينا في كافة المنافسات الإفريقية مع حضور هذه النخبة من المحللين وضيوفنا الكرام. دمتم في أمان الله وتصبحون على خير.